صباح الخير والأمل على كل مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. النهاردة يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة، حلقة جديدة من برنامجكم نهاية الأسبوع، ودايما طبعا بسعد بصحبة حضراتكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11 ونص. الحقيقة النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الفقرات و أيضا التقارير ومناقشة الأحداث زي ما عودناكم كل يوم جمعة في قراءة متأنية في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. النهاردة هينورنا طبعا الكاتب الصحفي أستاذ بشير حسن لمناقشة وتحليل أبرز وأهم أحداث الأسبوع الماضي. فقرتنا الثانية، وإحنا دايما كل يوم جمعة يعني بنتكلم دايما في مواضيع إنسانية ومواضيع اجتماعية، يمكن مشاكلنا الاجتماعية ما بتخلص أبدا، ولاحظنا أن دايما في ناس بتقول، خصوصا يعني أهالينا طبعا من ناس كبار السن، ويمكن مش بس كبار، ناس كتير جدا بتقول إيه، هو النخوة راحت فين؟ النخوة اختفت ليه؟ يعني إيه نخوة أصلا؟ هل الشهامة يعني بتحمل نفس معنى النخوة؟ هل اختفت فعلا من مجتمعنا النهاردة؟ ولو اختفت إيه الأسباب؟ عموما هي قد تكون يعني قلت، بس مش ممكن تختفي من المجتمع المصري، ممكن تكون شكلها تغير، إنما اختفت اختفاء تام لا أعتقد أبدا. هنعرف ليه في ناس كتير بتقول كده، وليه في ناس كتير مستاءة من ده، ومفهوم النخوة زمان عن دلوقتي هل اختلف ولا لأ، والناس متقبلة ده ولا لأ، خصوصا ان احنا يعني مهما بلغ بينا من تقدم بنيجي في بعض التقاليد وبعض العادات بنقول لأ احنا محتاجين للعادات او الحاجات اللي احنا يعني مجتمع اتربى عليها من زمان. عموما هنعرف احنا ازاي نعلم ولادنا النخوة، يعني بعد طبعا التغير السريع جدا اللي بيحصل في المجتمع. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ طب نفسي بجامعة الأزهر، علشان يشرح لنا بالتفاصيل يعني إيه نخوة وإزاي نعلمها لولادنا. فقرتنا الأخيرة ويمكن نتيجة التخبط اللي احنا فيه، هنتكلم عن يعني قوانين الأحوال الشخصية. إمتى هيخرج هذا القانون؟ هل هناك قوانين معدلة؟ هل في تعديلات في القوانين؟ هل في حاجة هتحصل؟ طيب التخبط اللي أنا كنت بقوله لكم في الفقرة، يعني بشرحه لكم في الفقرة الأولانية اللي هو النخوة وغيرها من حاجات كتير جدا نتج عنها مشاكل وعقد كتير جدا موجودة في المجتمع. كلنا عايزين ولادنا يتربوا كويس، وكلنا عايزين ولادنا يتربوا في مكان صحي و مناخ صحي، وعايزين الولاد يطلعوا أحسن مننا، لا شك في ده، حتى لو عندنا كل المشاكل اللي في الدنيا. بس للأسف في مشاكل كتيرة بتحصل علشان المجتمع بقى فيه نسبة طلاق عالية جدا، وللأسف برضو إن نسبة الطلاق دي بتبقى ناتجة عن مشاكل عدم مراعاة العشرة اللي هي ممكن تكون يوم واحد بس حلو، ساعة واحدة حلو، اختيارات خاطئة، توقيع، تسرع، حاجات كتير جدا بتحصل، وبيكون جانبين، بقينا دلوقتي جبهتين، جبهة فيها الأباء وجبهة فيها الأمهات. انتوا متخيلين الأسرة بتعمل ازاي؟ جبهة كده وجبهة كده، ونسينا خالص ان في طرف ثالث ملوش اي ذنب بيتبهدل في النص اللي هو الأطفال. الأطفال دول هيكبروا في يوم من الأيام وهيحاسبونا، الأطفال دول هيكبروا في يوم من الأيام وهيجيبوا كده التاريخ اللي حصل بعد قرار الانفصال، واحنا مالنا، احنا ذنبنا ايه؟ طيب احنا سمعنا يمكن من 3 أسابيع كده كان معانا امهات حصل معاهم مشاكل ان الاباء اخذوا الاولاد ومش بيوروهم للامهات. النهارده هنتكلم عن العكس عشان برضو نوزن الدنيا، وهنفضل نتحدث في ده، وهنجيب ناس من الجانب ده وناس من الجانب ده علشان يعني كل فتره كده علشان ايه نقدر ان احنا نوصل لحل. لازم الحاجات الإنسانية والحاجات دي تتحل بالود، الطريقة اللي احنا فيها دي ما تنفعش أبدا. عامة النهاردة هنعرف ايه يعني وجهة النظر التانية. احنا سمعنا الأمهات من فترة لو حضراتكم تتذكروا، كان معانا أمين، هنسمع النهاردة من وجهة النظر الأخرى من ضيوفنا النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، هيكون معانا، وهيكون معانا كمان النائب محمد فؤاد عضو اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون الجديد. أنا في انتظار كل طبعا اقتراحاتكم وكل تليفوناتكم وكل رسائلكم
على ارقام تليفوناتنا او على رسائل 1781، وتقدروا كمان تتواصلوا معنا على صفحه البرنامج على فيسبوك، نكتب نهايه الاسبوع بالعربي، وفي انتظار كل طبعا اقتراحاتكم، واي حد هيقول حاجه ان شاء الله هنحاول نوصلها. طيب خلينا بس نبدا حلقتنا ب يعني الحقيقه موضوع مهم، حيث أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس 25 أكتوبر الخميس عن خالص التعازي للمملكة الهاشمية الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، مما أسفر عن وفاة 18 مواطن من بينهم أطفال وإصابة عدد آخر فضلا عن عدد من المفقودين. وقدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة. أكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب البيان أيضا عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة. ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصل مساء أمس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازي لجلالة الملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا سيادته على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الأردن الشقيق لتجاوز تلك الأزمة. خالص تعازينا للشعب الأردني الشقيق. وطبعا يعني كما ذكر في البيان، مصر واقفة جنب شقيقتها الأردن حكومة وشعبا لمؤازرتهم في تلك الأزمة. خالص تعازينا طبعا لأسر الضحايا، وإن شاء الله المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل. طيب تعالوا نروح لتقرير الحقيقة أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. أطلقت الجلسة الأولى من ورشة عمل حول دعم ورصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي، والتي جاءت بعنوان أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لها. كان ذلك بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ودكتورة أيضا مايا مرسي رئيسة المركز القومي للمرأة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا ونهاية الأسبوع. تحت عنوان دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يرافقها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف لمناقشة أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي وتعزيز إتاحة إحصاءات النوع الاجتماعي وقدرات مستخدم البيانات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. خطة التنمية المستدامة منذ إطلاقها من 2016 المرأة فيها بتتبوأ مركز الصدارة فيها، ومحور واستراتيجية المرأة هي استراتيجية متقاطعة مع كل برامج خطة التنمية المستدامة. مش بس احنا بنتكلم على مستوى الخطط، ولكن بنتكلم على مستوى التنفيذ. لما بنبص النهاردة بنلاقي ان في إرادة سياسية لتمكين المرأة، فبنلاقي ان احنا عندنا النهاردة 8 وزيرات موجودين في الحكومة المصرية، ومش بس نسبة، النسبة هما نسبتهم قد ايه، ولكن الملفات اللي بيتولوها هي كلها ملفات هامة، ملفات في محور عمل الحكومة وفي قلب عمل الحكومة. عندنا 89 برلمانية فاعلة جدا في البرلمان المصري، عندنا أيضا في الجهاز الإداري للدولة النسبة يمكن هي 25% نسبة الإناث في الجهاز الإداري للدولة، ولكن لو بصينا للمراكز القيادية بنلاقي على مستوى المحلي عندنا 14 محافظة نسبة المرأة في المراكز القيادية تتعدى 50%، فدي نسبة مهمة جدا. ولكن احنا بنؤكد دايما ان المرأة عشان تتولى مراكز قيادية ده بيكون عن جدارة وعن استحقاق. هي بتعتبر ورشة العمل اليوم ورشة مهمة جدا، احنا بنتكلم في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل 2030، ويعتبر عنصر المرأة ده من اهم العناصر الموجودة في المرأة. النهاردة كنا بنناقش بصفة عامة الاستراتيجية اللي موجودة، ايه ما تم تنفيذه وما تم انجازه من مؤشرات، وتعرضنا لبعض النسب اللي بتحقق يعني بتحقق الاستراتيجية. عندنا طبعا في عندنا 17 هدف موجود في الاستراتيجية بتضمنه
169 مؤشر. يمكن عندنا هدف برغم ان كل المؤشرات الاهداف كلها بتتكلم يعني بتختص بجزء عن المراه، لان في عندنا هدف خاص اللي هو الهدف رقم 5 ده بيتكلم عن المساواه بين الجنسين، وده كله تم من اهميه الموضوع تم افراد هدف بالكامل لمؤشرات المراه. فاليوم النهارده كنا يعني بنهتم بالتنسيق بين المجلس القومي للمراه والجهاز المركزي واليون وومن وكل جهات المنظمات في تكاتف يعني لتحسين المؤشرات الخاصه بالمراه. تناولت الورشة على مدار جلساتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي من أهم أسسها تحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة لاستعراض التقرير العالمي للرصد الصادر من هيئة الأمم المتحدة لتحويل الوعود إلى أعمال، بجانب المؤشرات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتمكين المرأة. كما تعرف أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لديها استراتيجية للأربعة أعوام القادمة في مصر، نحن نعمل على عدة برامج تستهدف تحقيق الاستراتيجية الوطنية، فمن خلال قوة المرأة وعن طريق النقاشات السياسية والاقتصادية نستطيع أن ننهي العنف ضد المرأة بكافة جوانبها، مثل التحرش الجنسي والعنف المنزلي وتوعية الأطفال والرجال بأهمية المساواة بين الجنسين في الدولة. مؤشرات اللي لسه هي عندنا يعني متعسرة جدا هي مشكلة البطالة، وبطالة النساء لازالت أعلى كتير من بطالة الرجال، وده الحقيقة لأنه مرتبط بالقيم السائدة، والقيم السائدة اللي احنا بنرصدها أيضا عشان نفسر هذه الظاهرة بتقول أنه في تفضيل لإعطاء الإناث الوظائف على حساب الذكور حتى لو كانوا لهم نفس الكفاءة أو أعلى بالكفاءة. تعزيز التعاون والحوار بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية مع دعم مشاركتهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هو ما سيساعد على تغيير الفجوات بين الجنسين في المجالات المختلفة بصورة أسرع. عمرو موسى، نهاية الأسبوع. ليس دائما يكون الشعور بالنقص داعيا للإحباط، وليس شرطا أن تكون الإعاقة مدعاة للانزواء، بل على العكس تماما. قد يكون هذا الشعور حافز كبير جدا على التميز ودافع للإنجاز. والحقيقة أوركسترا النور والأمل هي المثال الصريح والحي على ذلك. بنات عملوا الحقيقة وصنعوا من النور، صنعوا من الظلام نور وأمل فعلا زي ما هم مسميين نفسهم. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم فقرتنا الصحفية الأسبوعية، وكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن يبقى معنا. صنعنا النور من الظلام وأخرجنا الأمل من رحم اليأس. بمجرد أن تلمس أيديهن الآلات الموسيقية التي حفظتها أصابعهن شبرا شبرا، يبدأ إبهار أوركسترا النور والأمل بعزفه الذي يخطف الجميع إلى عالم آخر. بناخد الطلبة من مدرسة النور والأمل، بناخدهم من سنة تانية ابتدائي، احنا بنسيبهم أول سنة في سنة أولى ابتدائي علشان يتعلموا طريقة البرايل، وبنبدأ ناخدهم من تانية ابتدائي لمعهد الموسيقى، بنجيب لجنة من الكونسرفاتوار بتمتحنهم قبول وبيعملهم اختبارات إيقاعية وغنائية، واللي بتقبل بناخدها معهد الموسيقى. بدأ الأوركسترا عام 1981 بخمس فتيات فقط تدربن على قراءة النوة الموسيقية بطريقة برايل، وهي اللغة التي يتم من خلالها تحويل لغة الموسيقى إلى إشارات وحركات يلمسها الكفيف، حتى حملتهن الموسيقى إلى جميع أنحاء العالم ليبهرن الجمهور في بلاد الشرق والغرب. Thank you.
الأوركسترا مكون من 43 بنت كفيفة، طبعا سافروا العالم، سافروا 31 دولة. هما بيتدربوا بالنسبة للنوتة الموسيقية، هي بتيجي النوتة مثلا المايسترو بيختار النوتة بيجيبها مبصر في مكتبة عندنا، مكتبة برايل، بتيجي مدرسة من الكونسرفاتوار بتمليهم بالمبصر وهم بيكتبوا بالبرايل وعلى عدد النوت على عدد البنات، وبنبدأ نوزعها ويحفظوها ويتدربوا بيها في البروفة. زينب وفاطمة هما مثال لتناغم الأوركسترا وأحد أسرار نجاحه، فزينب أكبر أعضاء الأوركسترا، فرغم مقاربتها على 60 إلا أنها لم تفقد حماسها وشغفها بما تقوم به، بل تنقله إلى فاطمة أصغر أعضاء الأوركسترا ليشكل مع الفريق أحد أعظم وأفرد سيمفونيات العالم. أول أنا تعلمت كلارينيت إزاي، إحنا لما بنيجي ندخل آلة جديد ما بندخلش أو لو يعني ما بنمسكش الآلة كلها مرة واحدة، لا بنمسك جزء جزء، يعني أول حاجة بنعزف على الجزء ده يعني دول، لأنه عشان إحنا الآلة تبقى تقيلة علينا لأن دي أول مرة إحنا ندخل، بعد كده بنبدأ نركبها شوية شوية لحد ما تكمل ونقدر إن إحنا نتحكم فيها. أنا انضميت للأوركسترا سنة 75 كده، وبعدين جينا طبعا بقينا نعمل حفلات هنا، عمل حفلات في الأوبرا وحفلات في فنادق وفي نوادي وفي مسارح وكده، بس في حفلة بصراحة كانت جميلة أو عجبتني، كانت في مسرح الجمهورية، كانت سنة 85. الحفلة دي كانت حفلة كبيرة وأنا عزفت فيها كونشيرتو مع الأوركسترا، كان كونشيرتو سولو لواحد اسمه كوريلي باربيوريلي. ليس دائما يكون الشعور بالنقص داعيا للإحباط، وليس شرطا أن تكون الإعاقة مدعاة للإنزواء، بل على العكس من ذلك، قد يكون هذا الشعور حافزا على التميز ودافعا للإنجاز، وفي هؤلاء الفتيات خير دليل على ذلك. عمرو موسى، نهاية الأسبوع. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجم معاد فقرتنا الصحفيه الاسبوعيه ومناقشه وقراءه وتحليل ابرز واهم احداث الاسبوع. منورنا في هذه الفقره للتحليل الكاتب الصحفي الاستاذ بشير حسن. اهلا بك يا استاذ بشير. اهلا بك يا استاذ، صباح الخير. منورنا دايما في نهايه الاسبوع. طيب خلينا نتكلم في البداية عن الحدث الأكثر أهمية، وهو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى السودان، والحقيقة الزيارة لها أبعاد متعددة، وأعلنها يمكن يعني أثناء الزيارة وقبلها بساعات سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سيادتك طبعا شايف ان الزيارة يعني لها بعض الأبعاد، عايزين نناقشها كده مع حضرتك واحدة واحدة، تفضل. خلينا الأول يعني أبدأ بتقديم واجب العزاء للشقيقة الأردن في مصابها الجلل، ويمكن حضرتك ناقشتي ده في الأول أو ألقيت الضوء على ده في الأول. ويا رب إن شاء الله ده ما يحصلش في مصر، وأنا واثق إن هيئة الأرصاد كل يوم بتبعت تقاريرها للجهات المعنية، لأن أي دولة معرضة لده في أي وقت. ويا رب إن شاء الله نكون حضرنا والحكومة حضرت كويس جدا لأي متغير طبيعي ممكن يحصل إن شاء الله بإذن الله. أما زيارة الرئيس للسودان فأنا أعتقد أن ده من أهم الزيارات اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وكان قبلها زيارة الرئيس لروسيا. 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لكن خليني أتوقف في الأول قدام جملتين. جملة قالها الرئيس السوداني وجملة قالها الرئيس المصري. طبعا في ظل المتغيرات اللي بتحصل كل يوم في المنطقة، وده هنرجع لها دلوقتي بعد شوية، لكن الجملة اللي قالها الرئيس السوداني بتؤكد على عمق العلاقات بين مصر
والسودان لما قال انه العلاقة بين مصر والسودان مش اختياري مش امر اختياري لكن ده فرض عين في ظل المتغيرات اللي بتحصل دلوقتي. تمام. الرئيس السيسي الجملة برضو مهمة جدا، قال انه هذه العلاقة امتداد لجذور ضربة في عمق التاريخ ولابد من تنمية هذه العلاقة، واعتقد انه 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم يعني حاجة مشرفة جدا وحاجة كبيرة جدا، لان احنا العمق الاستراتيجي للسودان والسودان العمق الاستراتيجي لمصر ولا تقل اهمية السودان بالنسبة لمصر عن اهمية مصر بالنسبة للسودان. يمكن ده اكبر عدد من الوزراء خدوا الرئيس السيسي للسودان، كان في صحبة الرئيس السيسي للسودان طوال الزيارات اللي فاتت كلها. مذكرات تفاهم طالت حاجات فيها. كتير جدا خاصة بالزراعة وخاصة بالصحة وخاصة سكك الحديد وخاصة بالسكة الحديد. يمكن ده من أهم المشروعات بالنسبة لي أنا، خط السكة الحديد والربط الكهربائي. لو تفتكري في منتدى الشباب اللي فات في شرم الشيخ وده برضو هنيجي عليه بعد شوية، وقف شاب أفريقي وقال إن أنا عايز خطوط سكة حديد تربط بين الدول الإفريقية كلها بعضها ببعض. ويمكن الرئيس برضو توقف امام جملة هذا الشاب بالزبط. واتكلم عنه، ده الثمار اللي بنجنيها دلوقتي. صحيح. وده اللي اشاد به وزير الخارجية المصري عقب انتهاء المباحثات في السودان، السكة الحديد والربط الكهربائي. كمان الصادرات، السودان فتحت ابوابها لكل الصادرات المصرية، وده يمكن برضو من اهم الانجازات. لكن الانجاز الاكبر بالنسبة لي هما المذكرات التفاهم اللي حصلت، 12 مذكرة تفاهم، وطبعا ده تم الإعداد له، اللجان المشتركة بتعمل من 6 شهور سبقت هذه الزيارة. يمكن ده الزيارة أو اللقاء رقم 10 بين الرئيس السيسي والرئيس السوداني. بدأت من 2015 لما راح الرئيس السيسي يحضر الحوار الوطني اللي كان معمول في السودان عشان المصالحة، وده وأعقبها زيارة في أكتوبر 2015 برضو للرئيس السوداني هنا، لما خد تم تكريمه هنا لمشاركته في حرب أكتوبر وفي حرب الاستنزاف. هذه الزيارات وهذا التحرك السريع من القيادة المصرية تجاه إفريقيا كنا أهملناه طوال السنوات اللي فاتت، وأعتقد أن الرئيس دلوقتي فتح كل الأبواب أمام كل الدول الإفريقية. طيب، في نقطتين. تفضل. عندنا جانب صحي، المجال الصحي، لأن كان في الحقيقة امبارح كمان يمكن البرنامج شهد يعني توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمنظومة الصحة وبأدوية وبأمصال. فاحنا عايزين بس نعرف دلوقتي ده المجال الصحي ده هيكون تأثيره ازاي على المنظومة الصحية سواء في مصر او في السودان بعد هذه الشراكة او هذه الاتفاقية. الاستفادة من خبرات في البلدين. أيوة. ويمكن يمكن مصر بتولي اهتمام كبير جدا بالصحة والتعليم في الفترة دي. ويمكن مبادرة 100 مليون صحة تنعكس على الشقيق السودان، وعلاج فيروسي ينعكس على الشقيق السودان. عندنا تجارب مهمة جدا حصلت في الفترة الأخيرة في مجال الصحة. أعتقد أنها تنعكس على السودان. كمان مجال الزراعة، حصل فيه مذكرات تفاهم في مجال الزراعة. وفي مجال البحث العلمي برضو تناقشوا فيه امبارح، مجال البحث العلمي أخذ بين وزارة التعليم العالي هنا وهناك، وكمان الإعلام. مش عايزين ننسى الإعلام، وده اللي هتوقف قدامه 30 ثانية بالظبط، انه ميثاق شرف اعلامي. احنا هنا بنتكلم عن ميثاق الشرف الاعلامي المصري اللي ضرب به عرض الحائط، بيضرب به عرض الحائط احيانا. برنامج تنفيذي للاعوام 2018 لحد 2020. ده صحيح. حصل في مجال الاذاعه والتلفزيون، واتحاد الاذاعه والتلفزيون. ميثاق الشرف الاعلامي زي ما طبقناه على مصر هيبقى بين مصر والسودان. فارجو ان اي حد من الزملاء ما يتسرعش في انه يحكم على، قد يكون معارض مصري الجمله على السودان، الإعلام السوداني لا ينجرف وراء هذه الجملة. قد يكون معارض سوداني الجملة عن مصر، الإعلام المصري لا ينجرف، لأن أصبح هناك ميثاق شرف إعلامي لابد من التفكير قبل أن نتحدث في أي من العلاقة بيننا وبين السودان. طيب،
عندنا كمان يعني الزيارات لأفريقيا بشكل عام اللي حضرتك أشرت إن هي يمكن كانت مهملة بشكل كبير، ويعني الإهمال مثل هذه الزيارات أو مثل يعني اهتمام مصر بالشأن الأفريقي انعكس بشكل سيء جدا السنين الطويلة اللي فاتت على كذا جانب اللي احنا ناقشناهم، الاقتصادي والصحي والثقافي وكل حاجة، خصوصا في ظل علاقتنا اللي حضرتك أشرت ليها أيضا على لسان الرئيس السيسي ورئيس السودان عمر البشير، إن يعني الموضوع علاقة مش اختيارية. احنا تاريخ مصر والسودان، تاريخ وتاريخ إجباري. هنا يا فندم يعني بيخلينا نروح بقى لنقطة تانية أو محور مهم جدا، وهو بعض الأزمات اللي المفروض إن هي بتكون أزمات عامة، يعني أزمات خاصة بالوطن العربي بشكل عام. في يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاطط كده يعني يمكن إيه أوتلاينز أو روشتة لحل هذه الأزمات، أو خلينا نقول الكرايسيس مانجمنت اللي هي إدارة الأزمات في ظل زياراته لأفريقيا، في ظل اهتمامه بالشأن الأفريقي، في ظل كمان يعني كل زيارة حتى زيارته الأخيرة لأمريكا أو لروسيا كان فيها إشارة لهذا الأمر. خلينا أقول لحضرتك برضو قبل ما نخرج من السودان، بعض الأيادي الخارجية حاولت العبس في العلاقة بين مصر والسودان، وكانت حكمة الرئيس سباقة في أنه يحتوي أي خلل ممكن يحصل في هذه العلاقة. احنا شفنا بعض الدول الإقليمية حاولت، كان لها زيارات السودان مؤخرا، وحاولت يعني وقيعة الوقيعة بين مصر والسودان، لكن اللي أشار إليه الرئيس السوداني عمر بشير واللي أشار إليه الرئيس السيسي كان رد قاطع أي عبس بهذه العلاقه. تمام. اذا كنت حضرتك بتتكلمي عن انه الرئيس السيسي كان حريص من البدايه منذ توليه رئاسه مصر انه عينه على الدول العربيه والافريقيه، هقول لك وهقول لك انه المطلب المصري اللي بدا في القمه الافريقيه اللي كانت في القاهره سنه 2015 كان مطلب واحد، وكان كفيل هذا المطلب، كان فيه روشتة كاملة لعلاج أمراض المنطقة كلها. أيوة. لما الرئيس السيسي طالب بقوة دفاع مشتركة، قوة دفاع عربية مشتركة. أعتقد أن لو أنصت الزعماء العرب لهذا المطلب من 2015 كان زماننا تجنبنا حاجات كتير قوي قوي قوي. طب المصطلح ده بيقراه حتى الناس اللي هو يعني حتى في وكالات انباء بتخلي المعنى ده معنى مخيف شويه ليهم، يعني طبعا مش لينا احنا نتمناه، منظومه دفاع مشترك، منظومه دفاع عربيه افريقيه مشترك. الجمله دي اعتقد ان هي لما بتتقال هم فاهمين ان دي حاجه كبيره جدا ومحتاجه مجهود كبير جدا، ففي ناس من مصلحتها ان ده ما يحصلش يا فندم، وده مش مستحيل انه طبعا من مصلحتهم انه ما يحصلش، وده مش مستحيل انه يحصل على فكره. خلينا اقول لك ليه روشتة الرئيس السيسي مطلوبه بالنسبه للمنطقه العربيه، لان يمكن احنا البلد المنزه عن اي اطماع خاصه بالمنطقه العربيه. احنا جيشنا بيحمي حدودنا، جيشنا ما خرجش بره حدودنا على الاطلاق. الرئيس السيسي موقفه واضح في كل دولة من الدول العربية اللي طالها الإرهاب. الرئيس السيسي واضح في موقفه واضح في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا. إذا احنا ملناش أطماع في أي دولة حتى من دول الجوار. تمام. بعض القوى الإقليمية فرضت نفسها يا أستاذة مها، بقى عيب قوي في حقنا إن احنا علشان نعرف إيه اللي بيحصل في بلادنا إن احنا نحتاج مترجم يترجم لنا مائدة المفاوضات اللي بيجلس عليها الأجانب أو الدول الخارجية عشان بتناقش همومنا وبتناقش مستقبل منطقتنا. بقى عيب أو في حقنا إن احنا عشان نعرف الأزمة السورية وصلت لحد فين نشوف المفاوضات بين تركيا وروسيا وإيران، ونحتاج مترجم عشان يترجم لنا احنا سوريا رايحة على فين. سوريا ده جزء من الجسم العربي، من الجسد جزء مننا. فإحنا لو كنا استمعنا وأنصتنا للرئيس السيسي من زمان قوة دفاع عربي أو منظومة للدفاع العربي المشترك من 2015 كان زمان مفيش دمار تضاعف في الدول العربية، كان زمان مفيش أرواح أزهقت، مئات الآلاف من الأرواح اللي أزهقت، كان زمان في حل سياسي اللي الرئيس بيطلبه دايما للأزمة في سوريا، كل الخطابات حل سياسي للأزمة في اليمن، حل سياسي للأزمة في ليبيا،
حل سياسي للأزمة في العراق، والحمد لله بدأت العراق يعني تجمع قواها، والحمد لله أن سوريا أعتقد في الفترة الأخيرة بدأت رهصات لبعض الاستقرار هناك. يعني الروشتة المصرية منزهة عن أي أطماع شخصية، بس هتتنفذ حتى لو كان على المدى الطويل، لأن يعني وضع هذه يعني كمان الرئيس أشار في قمم زي ما حضرتك قلت العربية وقمم الإسلامية وخطابه كان في الأمم المتحدة، وقال إن يعني مع يعني الأمم المتحدة المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، وقال المفروض ما عملتوش ليه. شوفي مجموعة يعني من المحاور يا أستاذة معا اللي الرئيس السيسي بيقولها مش في المحافل الدولية فقط، ده في المحافل المحلية، ده بقولها في مؤتمرات الشباب، وهتسمعيه يقولها برضو في منتدى الشباب اللي منتدى شباب العالم اللي جاي. الحل السياسي، حل السياسي محاربة الإرهاب، ويأكد قبل كده وأكد في أول قمة عربية من 2015 أنه ليس من المنطقي أن احنا نحارب الإرهاب في الدول العربية، وبعض الدول العربية تحمي وتحتضن الإرهاب، ويمكن هي دولة واحدة اللي بترعى وتحتضن وتدعم الإرهاب. من العيب قوي ان احنا نحارب الإرهاب وجزء من الجسد العربي بيدعم الإرهاب وبموله وبيقويه. الرئيس السيسي بيتكلم عن الأزمة الأم او القضية الأم المركزية، القضية الفلسطينية، وبتسعى مصر الى حل المشكلة بين الفصائل الفلسطينية وحل المشكلة بين، وبعدين في كل مرة عشان بس الجماعة اللي بيتربصوا بينا برا مصر، في كل مرة يطالب بحل الحل في دولتين، إقامة دولتين والدولة الفلسطينية على حدود 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية. يعني ما فيش محفل الرئيس بيتكلم فيه إلا ما بيتكلم عن القضية الفلسطينية القضية الأم، وبيتكلم عن محاربة الإرهاب والإرهاب بكل فصائله بالضبط كل أشكاله، مباشر وغير المباشر، وبيتكلم عن الحل السلمي في سوريا، وبيتكلم عن الحل السلمي في اليمن السياسي، وبيتكلم عن الحل السياسي في ليبيا. الخمس محاور دول لا يخلو حديث للرئيس إلا وتحدث عنه. إحنا مصر الدولة الوحيدة اللي ملهاش أطماع، مصر الدولة الوحيدة اللي جيشها ما خرجش بره حدودها، مصر الدولة الوحيدة اللي بترى إن قوتها في الوحدة العربية طبعا، مصر الدولة الوحيدة اللي بتنتعش من خلالها جامعة الدول العربية اللي يا رب دورها يكون أكبر في الفترة اللي جاية. إذن زيارة السودان، زيارة الرئيس السودان مرتبطة بالروشتة اللي وضعتها مصر من زمان لعلاج الأمراض المنطقة العربية. طيب مصر لن تتخلى أبدا عن حلم الأمة العربية، لن تتخلى أبدا عن حلم الوحدة العربية أبدا مهما حصل. عارفين أن في مشاكل كبيرة جدا في الشرق الأوسط، عارفين أن في إرهاب كتير جدا، يمكن مش في الشرق الأوسط بس في العالم كله، بس برضو مصر مش هتتخلى عن هذا الحلم أبدا. فدي يعني إذا كان في زيارة السودان، زيارة روسيا، زيارة أمريكا، أي زيارة بيتكلم فيها الرئيس عن ده فهو فعلا لازم يشير لي ومش هنتخلى عنه ابدا. كان في بقى يوم الاربعاء اللي فات كمان يا استاذ بشير احتفاليه بذكرى 45 لنصر اكتوبر، ويمكن احنا شهر اكتوبر كله مخصصينه للاحتفال، وكل سنه احنا هنا دايما نقول ايه، احنا مش بنحتفل على قد ما احنا بنستحضر هذه الروح، على قد ما احنا بنتعلم دروس من الابطال، بنتعلم دروس على فكره الابطال اللي عجبها والابطال اللي في كل اللي كانوا في كل مصر، الابطال اللي صبروا عليهم، الابطال اللي كانوا بيأزروهم، يعني كل فصائل الشعب، الشعب كله كان أبطال في هذه الفترة. فعشان كده احنا دايما بنقول ان ده مش احتفال على قد ما هو دروس بنحاول ان احنا كل سنة كده نتعلم منها. الاحتفالية كان فيها الحقيقة العديد من الفقرات، وكانت احتفالية عفوية جدا جميلة، فيها بعض المطربين من مصر والوطن العربي، وخليني بقى أقول على مطربين الوطن العربي، كان في صبر الرباعي، كان في حسين الجسمي، وكان في وائل جسار، كان في ناس كتير في هذه الاحتفالية، بس خلينا نخص بالذكر طبعا حسين الجسمي. حسين الجسمي كان غنى الأغاني الجميلة بتاعته، ويمكن كمان كان غنى الأغنية اللي احنا كلنا بنحبها، أغنية بشرة خير، وأعقبها حديث عفوي جدا بينه وبين الرئيس، قال له أنا بشكر الإمارات كلها من خلالك، أنا ما جاتليش فرصة عشان أشكرك، بس أنا بقول لك شكرا. ف
قد ايه هو كان ممتن وكان مبسوط واحنا كلنا كنا مبسوطين. يعني الشكل ده يمكن احنا كنا بنتكلم على الوحدة العربية من شوية او حلم الامة العربية اللي بتتحد اكتر بقوة الناعمة, بتتحد اكتر بالفن, وده اللي يمكن مستوعبه بشكل كبير جدا الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتقد ان حسين الجسمي حالة يعني حالة احنا عشناها في الفترة اللي فاتت. حد بيغني من قلبه, حد بيحب مصر قوي, حد بيحب الدول العربية قوي. يمكن أغانيه بقت شعار حتى في الأفراح موجودة أغانيه حتى الوطنية. عنده حس عالي قوي. حسين جسمي بيرجعنا بانخراطه في العمل السياسي من خلال الغناء بزمان في 73 أيوة. وفي 67 بدور الفن كان عامل ايه. ايوه بالظبط, دي بقى النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. الحاجه الثانيه, انا برضو ده بيقلب علينا المواجع, يعني هذا التواجد لحسين الجسمي وهذه المعاضده وهذا وانه بيساند مصر في ازماتها وانه صوته موجود معنا على طول. طيب فين الجهود بتاعت الفنانين اللي كنا بنشوفها زمان في الازمات اللي مرت بها مصر في الفتره الاخيره؟ انا كان نفسي مثلا حفلة تعمل أو عدة حفلات تتعمل في دول عربية وأوروبية ويخصص عائدها للنهوض بالنواحي الاجتماعية في مصر زي ما كان بيحصل زمان. كانت تعملها أم كلثوم, وكان بيعملها عبد الحليم, وكان بيعملها عبد الوهاب, وكان بيعملها فريد الأطرش كمان. أنا الدور ده مش عارف ليه غاب في السبع سنين الأخيرة للفنانين المصريين. أنا بشوف كل فنان قفل على نفسه وقعد, ممكن يطلب من فنان او ممكن فنان يقدم اغنيه يروح يسجلها في الاستوديو. انا كان نفسي في مجهود كبير. حضرتك قصدك دخل يخصص لكذا, يخصص للتنميه, دخل يخصص للشهداء, يخصص حفل يتعمل لاسر الشهداء, شهداء الجيش والشرطه, حفل يتعمل للجماعه ذوي الاحتياجات الخاصه, يخص عائله لذوي الاحتياجات الخاصه. كان نفسي الدور الوطني للفن, دور وطني للفن اكبر من الدور اللي شفته في الفتره الاخيره. والله انطلاق الاشاره احنا شايفينه اهو, يعني حتى هذا الدور رئيس الجمهوريه بيقول لنا نعمله. يعني حتى دور الفن والثقافه لمصر, يعني مصر مناره الفن والثقافه في الوطن العربي. ما فيش مطرب ما غناش لمصر يا جماعه, ما فيش مطرب عربي ما غناش لمصر وما غناش في مصر, وكان حلم حياته لغايه اللحظه دي ان هو يجي يغني في جمهوريه مصر العربيه. لازم نعرف احنا مين, يعني لازم نقدر فننا ونقدر ثقافتنا ونقدر نفسنا اكتر من كده. دي يمكن كمان كان يعني اغاني كتير, وانا مش عايزه والله ابخس حق حد, وكل المطربين سواء مصريين او عرب واطفال وكورال وكلهم كانوا سعداء جدا وكانوا بيغنوا باريحيه شديده ومن قلبهم. ودي الحاجات يمكن اللي بتلفت نظري في قصه يعني تفعيل دور القوه الناعمه اللي مصر دايما رائده ومشهوره بيها. طيب خلينا ننتقل لنقطه ثانيه. حضرتك كنت ذكرت من شويه منتدى شباب العالم, تمام, واللي كان في نوفمبر اللي فات, وان شاء الله يوم 3 نوفمبر من 2 ل 6 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله هنتابع مع بعض فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم. استعدادات كتيره جدا في مدينه شرم الشيخ كانت بقى لها فتره طويله, وفود شبابيه من كل دول العالم, حاجه الحقيقه مشرفه جدا جدا. وكان السنه اللي فاتت كنا مبسوطين بيه, والسنه دي اعتقد ان احنا في حاجات تانية كمان هنتفاجئ بيها وهتبقى احلى من السنه اللي فاتت. ده اللي احنا كنا يعني نفسنا نعمله وكنا موعودين بيه من السنه اللي فاتت, والنتائج طبعا من السنه اللي فاتت للسنه دي. تمام, خليني هنا اشير لحاجه مهمه جدا. بيبقى في ناس بتصنع الحدث وناس تشتغل على الحدث. بمعنى ان انا عندي حدث كبير زي منتدى شباب العالم اللي صنعوا جهه ما او كيان ما. هذا الكيان صنع الحدث, على الاخرين ان يتلقفوا هذا الحدث ويشتغلوا عليه. تمام, يعني انا نفسي تكامل, نفسي في منتدى شباب العالم هذا العام اللي هيبدا يوم 3 وينتهي يوم 6 ان شاء الله ويحضره الرئيس السيسي. انا اتمنى على القائمين على المنتدى ان هم يعملوا كشف حساب. كشف حساب يبدا من انتهاء فعاليات المنتدى اللي فات. مر سنه, انا عايز اعرف وزاره السياحه استثمرت هذا الحدث ازاي. عايز اعرف وزاره الثقافه استثمرت هذا الحدث ازاي. عايز اعرف وزاره الشباب والرياضه استثمرت هذا الحدث ازاي. عايز اعرف هيئه الاستعلامات استثمرت هذا الحدث ازاي.
حضرتك بتصنعي حدث، بتعملي حلقه كويسه جدا، بتناقشي قضيه مهمه جدا، وانا دوري كصحفي ان انا اتناول ما تناقشت فيه بالتحليل، واحاول افيد به اكبر قطاع من الناس. انا عايز اشوف هذه القطاعات، السياحه والثقافه والشباب والرياضه وهيئه الاستعلامات، استثمروا حدث العام الماضي ازاي. وبالتاكيد ان شاء الله هنلاقي التوصيات اللي صدرت عن منتدى شباب العالم السنه اللي فاتت، هنلاقي التوصيات دي هيتكلموا فيها وهيقولوا ايه اللي تم تنفيذها، لان كان في توصيات مهمه جدا واعتقد ان هي تم تنفيذها. الفرق بين، شوفي بقى الطفره اللي بتحصل بقى، منتدى شباب العالم السنه اللي فاتت ومنتدى شباب العالم هذا العام. السنه اللي فاتت كان مشارك 113 دوله، هذا العام 145 دوله بتشارك في المنتدى. السنه اللي فاتت كان في 3000 شاب، هذا العام في 5000 شاب. دي مؤشرات النجاح، دي مؤشرات النجاح. شوفي التفاعل مع الحدث لما تم الاعلان عنه، التفاعل يعني النسبه غير العربيه 77% من اللي تفاعلوا مع الحدث، 77%. النسبه العربيه 33%، ده بيعني ان هناك نجاح كبير جدا حققه منتدى شباب العالم العام الماضي. السنه دي في محاور مهمه جدا. طبعا محور الارهاب ده ثابت، وده اللي بيحرص عليه الرئيس بيتكلم عنه في كل يوم، وده الحدث اللي بيفرض نفسه في اي وقت. الكلام الحديث عن السلام، الحديث عن النهوض بالامم وبالدول بعد احداث معينه، يعني دمار حصل في دول، واحنا في اشد الحاجه لهذا المحور في التوقيت الحالي. المساعدات الانسانيه اللي بتيجي من الدول لهذه الدول المنكوبه في التوقيت الحالي، وهناك ورش شغاله بقالها فتره، وورش هتشتغل كتير جدا، وهناك سباق فني برضو، نتكلم عن الفن ودور الفن، هناك ورش فنية، وهناك يعني في عدد كبير جدا من الشباب حاول يقدم إبداعه الفني. أنا واثق السنة اللي فاتت كنا بنتفرج، أنا كنت بتفرج من الشاشة، ما فيش لحظة ملل حسيت بيها. صحيح. يبدو الاهتمام بالتفاصيل عند القائمين على منتدى شباب العالم مهم جدا. لا تحس بملل، وبعدين كل دقيقة، يعني الافتتاح اتأخر السنة اللي فاتت حوالي ربع ساعة وتلت ساعة، الربع ساعة وتلت ساعة ما حدش حس بيها، لأن الحاجات اللي كانوا بيعملوها تنظيم والقبة اللي كانت معمولة وحاجة بالزبط. حاجة مبهرة جدا، تحسي انك مش عايزة تفوتي لحظة. أنا الحقيقة أعتقد السنة دي هنلاقي ابهار اكتر. ما هو ده انا بتكلم فيه. انا سعيدة كمان بكذا نقطة، غير يعني انا سعيدة بنقطة تبادل ثقافي وحضاري بين الشباب، دي حاجة يمكن يعني انا لفت نظري جدا في منتدى شباب العالم، لان دي اللي احنا بقى محتاجينها. انا محتاجه اعرف الناس خبراتي وثقافاتي واعرف حاجات ممكن استفيد منها هنا في عملي وفي شغلي، محتاجه الناس دي اعرف هم بيفكروا ازاي، نجح في النقطه دي ازاي، طب انا نجحت في النقطه دي ازاي اقولها له، محتاجه تواصل علشان اغير شكل، يعني اغير شكل التلقي المباشر ده اللي هو اعمل كذا وما تعملش كذا، افكار صحيح. كتيره، تبادل افكار، ممكن انا اقول لك فكره انت تقول لي فكره، يبقى يعني نبقى نستفيد من خبرات بعض. دي يمكن نقطة لفت نظري جدا في ده، لأن وبعدين احنا بنتكلم في ايه، في ثقافات مختلفة تماما، يعني علم كتير جدا، يعني بحث كتير جدا، يعني أسئلة كتير جدا. التواجد الافريقي في المؤتمر، فاكرة الشاب اللي وقف السنة اللي فاتت وقال للرئيس احنا عايزين المؤتمر ده كل شهر، وشاب تاني قال احنا عايزين المؤتمر ده او المنتدى ده كل 6 شهور. فيمكن ده اللي خلى الرئيس حريص انه يكون المنتدى في ميعاده. بالظبط. كمان نموذج المحاكاه اللي اتعمل على الاتحاد الافريقي هنا من فتره، وحضر الرئيس برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ضمن توصياته انه يتعمل في منتدى شباب العالم. لذلك هنلاقي التواجد الافريقي موجود في منتدى شباب العالم اكتر، ويمكن الشباب بيطرح افكار مبهره جدا. بالظبط. وكمان يعني اكيد هنلاقي زعماء افارقه موجودين، بيطرح افكار مهمه جدا وجميله جدا. حتى الشباب عنده حلم الوحده، حتى الشباب عنده حلم التقارب الثقافي، حتى الشباب عنده حلم، كان عندنا حلم نسمع بعض. يعني كلمه ان احنا بقينا نسمع بعض بشكل مباشر دي كانت بعيده جدا، كانت بعيده ان انا اسمع مسؤول والمسؤول يرد عليا كده مباشره، او اسمع حد من بلد تاني ويرد عليا، واتبادل اسمع رئيسي واتناقش معاه بقول له ايه اللي مضايقني وبيرد. يعني
دي حاجات كانت بالنسبه لنا استاذ بشير بعيده، كانت احلام يعني. مين نفسي. مين اللي كان يتخيل ان احنا ممكن نقعد ونسمع الرئيس ونقول له انا مشكلتي كذا وهو يقول لا كذا ويحل؟ يعني دي كانت بالنسبه لنا حاجات خياليه يعني. انا اتمنى كمان حاجه، انا اتمنى الدائره توسع اكتر بالنسبه للشباب. طبعا. يعني انا مش عايز شاب مصري يتحرم من انه يحضر فعاليه زي دي او يساهم في فعاليه زي دي. هو احنا انتباهنا لشبابنا عمل مهم جدا على فكره يا استاذه مها. مش هم دول الشباب اللي سبناهم لمنظمات خارجيه كانوا بيعملوا منتديات بره، وده الشباب اللي سبناه لمنظمات او تحت عنوان المنظمات الحقوقيه. بالظبط. سبناهم. سبناهم الشباب اللي اهتم بيه زعماء العالم، وكانوا بيقابلوا زعماء العالم قبل 25 يناير. صح، وكانوا بيحضروا في صربيا وبيحضروا في امريكا وبيحضروا معرفش في بريطانيا. قوتك البشريه شبابك ومستقبلك وقوتك البشريه كان بيتم العبث بعقلك طول السنين اللي فاتت. عشان الناس اللي بتسال يعني السؤال اللي هو السطحي جدا هو احنا بنعمل ايه في المؤتمر؟ لا احنا بنعمل حاجه مهمه جدا. احنا يعني قوتك البشريه اكتر من 60% كانت بتستقطب بمنتهى الصراحه. لا ده كانوا ده كان بيتم حشو ادمغتهم. ازاي يسقطوا الدول؟ بالظبط. ازاي يسقطوا الانظمه؟ انا هنا بجيب شباب العالم كله بقول له تعالى تحاور وتناقش. احنا دعوتنا للسلام. صحيح. ندعو للسلام ازاي؟ وهنتابع طبعا المنتدى وهنتابع الفعاليات والجلسات وهنبقى مع حضراتكم لحظه بلحظه للمناقشه والتحليل والتواصل ايضا اللي هو دورنا. طيب بمناسبه الارهاب بقى، احنا ما نقدرش نغفل الحقيقه الجهود المستمره فيها يمكن وزاره الداخليه. وكنا اعلنا امبارح عن الـ طبعا قطاع الامن الوطني كان في مشاركه اجهزه الوزاره المعنيه بالعديد من العمليات التمشيطيه. كانوا طبعا عملوا عمليه او مداهمه مهمه جدا، وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعه من العناصر الارهابيه الهاربه من الملاحقات الامنيه بمناطق جبليه بالكيلو 60 طريق الفرافره، واسفرت طبعا عن تصفيه 11 ارهابي. وطبعا جاري تحقيق مع الذين قبض عليهم. دي برضو من المجهودات اللي لازم نشير ليها والتحديات اللي بتواجهنا يعني في هذا الوقت. احنا بنحضر فيه لمكافحة الارهاب الفكري عن طريق المؤتمرات والمنتديات. في ارهاب صريح وواضح جدا بيتم مكافحته هنا على الناحية التانية. كان طبيعي انك تلاقي حادث ارهابي زي ده في التوقيت. لانه بعد القبض على شمع شماوي اعتقد انه بدات العمليه تضيق عليهم قوي على الجماعات الارهابيه في ليبيا، فده المنفذ الوحيد ليهم ان هم يجوا عن طريق الفرافره. فده نتيجه طبيعيه للي حصل للانجاز الكبير جدا اللي حصل. صحيح. من القوات الليبيه في الفتره الاخيره وقبضهم على شمع شماوي ورؤوس الارهاب. فده نتيجه طبيعيه لده، وده يلزمنا ان احنا نوجه تحيه للقوات الشرطه اللي عارفه كويس جدا ومتوقعه كويس جدا انه ممكن يكون المكان ده في الفرافره. صحيح. هدف للارهاب بعد ما تم تضييق الخناق عليهم في ليبيا. بالظبط. ويعني الحقيقه يعني الموضوع تم بمنتهى الحرفيه وبمنتهى الدقه، ويعني اتخاذ الاجراءات القانونيه. جاري دلوقتي نيابه امن الدوله العليا بتتولى التحقيق، واكيد هنوافي حضراتكم بالتفاصيل. طيب امبارح يا استاذ بشير سريعا كده كنا بنتكلم في نقطه ارتفاع الاسعار، عشان يعني نبقى برضو ايه يعني لمينا بكل جوانب الاسبوع اللي فات. في رقابه شديده، وامبارح يمكن عرفنا حاجات كتيره جدا ما كناش عارفينها خاصه بموضوع الاسعار. عجبتني الفقره بتاعت امبارح. اشكرك جدا. بس الحقيقه كان في تفاصيل كده ما كنتش فاهماها. يعني قالوا لنا لا ده مش التجار، ده في ناس كانت بتحتكر، في ناس تقول لك لا ده التجار بيعملوا كذا، في ناس تقول لا طب ما الحاجه بترخص واحنا اللي عندنا سلوك سيء. طلع موضوع ارتفاع الاسعار ده ليه ابعاد ثانيه خالص غير اللي احنا كنا فاهمينها. احنا عرفنا التفاصيل امبارح، وفي مجهودات يعني من الدوله لمكافحه الحقيقه ارتفاع الاسعار، بس احنا كمان ساعات نساعد. زي دي اللي انا قلتها يمكن بكررها مره تانية، لما نلاقي حاجه غليت بنشتريها اكتر. صحيح. تغلى تاني. لا اولا انا بحييكوا على الفقره اللي اتعملت امبارح. شكرك جدا. وخلينا نقر شيء عشان بس حتى لا نتهم بان احنا بنغالي او بنزايد. هناك ارتفاع في الاسعار او هناك ارتفاع في الاسعار. هناك معاناه من الارتفاع في الاسعار او هناك معاناه
من ارتفاع في الأسعار، وهذا يعلمه الرئيس ويثني على الشعب دائما لتحمل هذه هذا الغلاء. لكن احنا ممكن نكون سبب، ممكن نكون سبب، والا ما كانش يضبط 3800 طن الرقابه الاداريه تعمل هذه الضربه، 3800 طن بطاطس في ثلاجات في ثلاجات وما خفي كان اعظم. واعتقد ان احنا هنلاقي ضبطيات كتير جدا في الايام القليله اللي جايه. هي النقطه اللي واحد بيستغل الموضوع لمصلحته طبعًا الشخصيه طبعًا، لان امبارح بقول لهم السلع الغذائيه امن قومي، اللي يعمل حاجه زي كده يعني العقوبه لازم طبعا. تحياتنا لهيئه الرقابه الاداريه على ده، بس واحنا لسه هنشوف يعني، لسه في الظروف اللي زي دي دايما بتلاقي المتربحين والمستفيدين منها بيكتروا الوقت ده. وانا اعتقد ان في الايام القليله القادمه هتلاقي ضبطيات كتير جدا. لما يكون 3800 طن يعني انت مخزن 3800 طن، امبارح قالوا لنا مخزنهم السنه اللي فاتت، وكل بطاطس وصل، وكل بطاطس وصل 12 جنيه، انت مخزنهم ليه؟ على فكره هتلاقي كتير جدا من النوعيات دي. لكن خلينا نروح لناحيه ثانيه، احنا بنتكلم على اللي علينا. واللي علينا برضو ان انا ممكن الاقي سعر السلعه الواحده متفاوت من مكان لمكان، بالعكس كل تاجر بيحط على كيفه. ده انا ممكن الاقي فكهاني واقف هنا بيبيع سلعه معينه ب 20 جنيه في المنفذ، في المنافذ الاقيها ب 12 جنيه او ب 10 جنيه. انا في مدينه العبور لو دخلت سوق العبور بجيب الحاجه مثلا سي ب 5 جنيه بلاقيها بره ب 15 جنيه. احنا بس بنكسل وبنجيب من الاقرب. طب ما المنافذ موجوده، اشوف المتوفر في المنافذ ايه، لو ما لقيتش هلجأ للغالي طبعا. الحاجه الثانيه الفلاحين بقى اللي زي حالاتي. هتلاقي فلاح زرع السنه دي بطاطس و10 فلاحين ما زرعوش بطاطس، اللي الدوره الزراعيه اللي كنت بتكلموا عليها امبارح كان معاك ضيف بيتكلم عليها امبارح. انا فلاح زرعت بطاطس السنه دي والبطاطس غليت وكسبت فيها، العشرة اللي ما زرعوش هيجوا السنه الجايه يزرعوا البطاطس. كله هيزرع لان انا غليت البطاطس. فهو بيتعامل البطاطس هتفضل غاليه، فالعشرة يزرعوا السنة الجاية فتبقى ببلاش السنة الجاية. هو كنا احنا الحقيقة مطالبين امبارح بالتواصل اكتر مع يعني الفلاحين والمزارعين، علشان برضو يعني التوعية، وعلشان هم ما يقعدوش كده، ما يبقوش حاسين ان هم مفصولين خالص. لكن علينا الا نهمل ضبط الدولة او الاجهزة المعنية للاسعار. لان هناك من التجار من يتلاعبون بالاسعار طبعا. اي زيادة في سعر طبعا لابد من ضبط الاسعار او جهات تتحرك لضبط هذه الاسعار، وهي دور علينا كلنا بقى بصراحه. يعني احنا برضو ايه ساعات زي ما استاذ بشير بيقول كده، ساعات ايه بنكسل، او ساعات يعني احنا الكسل والتخزين، التخزين ده اللي هو يعني بجد مضايقني جدا. امبارح بقى اتكلم انتوا بتخزنوا اكل ليه؟ ما حدش يخزن اكل يا جماعه، يعني مش ممكن، مش ممكن. احنا اللي بنساعد في ده ان احنا الاسعار تغلى، ما هو التاجر هيفرح قوي ان احنا بنشتري كتير وبنخزن هيغلي زياده. طيب اخر نقطه نتكلم بقى في الصحة ومنظومة الصحة. يعني الحقيقة المبادرة اللي كانت أطلقت من فترة 100 مليون صحة، وفي يعني الحقيقة مجهود كبير جدا احنا شايفينه ولمسينه، خصوصا في علاج فيروس سي. يعني احنا كان عندنا فيروس سي قد ايه كان منتشر، دلوقتي فيروس سي ده بقى ما بقاش، اما بقول فيروس سي ما بقاش الناس تترعب زي الاول، علاج سهل سريع، الوقايه بقينا نتكلم في الموضوع عادي، يعني كان ما فيش، يعني الموضوع بقى عادي جدا وبقى الشفاء منه طبيعي جدا وعادي جدا. فنهوض بالمنظومه الصحيه هو نهوض بالمنظومه المجتمعيه، هو نهوض بالمنظومه الصناعيه ايضا والانتاج، لان انا لما يبقى عندي شعب وعندي عمال صحتهم كويسه ومش قلقانين وعندهم منظومه صحيه محترمه وتامين صحي ومش خايفين ان هم لما يعيوا او يجرى لهم حاجه يحصل يعني بيتهم يتخرب، يبقى انا كده هيبقى عندي انتاج منظم وانتاج يعني باطمئنان، خلينا نقول امان يعني. انا قلت قبل كده هنا في البرنامج انه لو لم ينجز الرئيس السيسي غير القضاء او محاربه فيروس سي فده يكفي. الفلاحين اللي زي حالاتي هم اللي يعرفوا يعني ايه فيروس سي، ويعني ايه هذا المرض اللعين نهش اكباد المصريين في الريف، ويعني ايه حد يموت او النسبه الاكبر في الريف تموت بسبب هذا المرض. اعتقد ان ده انجاز كبير جدا جدا جدا. وحتى انا الايام دي بقيت اشوف اعلانات زي زمان روح اكشف وروح افحص وروح اعمل، ثقافه التشيك اب والوقايه، وعلى فكره ببلاش صحيح كلها ببلاش. وانا شايف كمان
حتى الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية بدأت تدخل في هذه المنظومة. خلينا بس أفرق بين حاجتين، هناك جمعيات يمتلكها بعض الشخصيات، هذه الجمعيات تعمل للمصالح الشخصية وللكسب الشخصي، هذه الجمعيات تحاول ركوب الموجة والقفز على إنجازات الحكومة. يعني مش منطقي أن أنا أسمع حد عنده جمعية خيرية أو مستشفى خيري يقول لي أنا عملت 700 قافلة طبية في شهر. مش منطقي على الإطلاق، لأن أنا بعالج فيروس سي. لا يا حبيبي، ما تسرقش إنجاز الدولة وتقول أن أنت بتعالج من خلال الجمعية بتاعتك علشان تجمع تبرعات. هذا الإنجاز خاص بالدولة وخاص بالرئيس السيسي، ده رقم واحد. رقم اتنين، بقى في ثقافة، نشر الثقافة ان انا اكشف على نفسي واروح ببلاش، والاعلانات اللي احنا بنشوفها والاغاني اللي احنا بنشوفها ان انا اتحمس واروح افحص وحلل عشان اعرف عندي الفيروس ولا لا، ده ثقافة بقت راسخة في المجتمع وده يحسب للحكومة. رقم ثلاثة، ده بياخدنا لمنطقة تانية خالص يا استاذ زمان. ده بياخدنا لمنطقة اللي انا نفسي اذا كنا اعلنا الحرب على فيروس سي ونجحنا، نعلن الحرب على السرطان وان شاء الله ننجح. ان شاء الله. واعتقد انه اعلان الحرب على فيروس سي جزء من اعلان الحرب على السرطان. انا كنت بعض المضاعفات للالتهابات الكبديه بتؤدي للسرطان، سرطان الكبد. وده اللي النسبه الاكبر من المصريين بتعاني من سرطان الكبد. خليني اقول لك ان انا بحثت كتير ما لقيتش عندنا احصائيه مظبوطه ان احنا عدد مرضى السرطان كان في مصر. لان يقول لك احنا عندنا 30 من كل 100,000، والاقي يقول لك عندنا 11 من كل 100,000، والاقي احصائيات متضاربه جدا، مش لاقي احصائيه مظبوطه. لكن اعتقد وحضرتك يمكن توافقين على الكلام ده والكل يوافقني على الكلام ده، ان المرض زاد في الفتره الاخيره، مرض سرطان الكبد عند الرجاله وسرطان الثدي عند السيدات. انا مش لاقي احصائيه، لكن انا اذا كنا بدانا بالقضاء على فيروس سي، اتمنى اعلان الحرب على السرطان. انا كنت قاعد مع سيده جميله ما شاء الله وشعرها طويل واصيبت بهذا المرض، فبتقول لي انا اعمل ايه في شعري، وبدات تحسس على شعرها شيء مميت وشيء صعب جدا. اثنين من زملائنا ماتوا بالسرطان، يمكن اخرهم كان مخرج عزيز علينا مات امبارح برضه بهذا المرض العين، عمر الشيخ، وقبليه مذيعة دارين، وكتير جدا بموتوا بسبب هذا المرض. احنا عايزين ازاي الوقاية من هذا المرض السرطان، وعايزين علاج لهذا المرض، لان الكيماوي بيبقى صعب جدا. يعني انا رحت المراكز الطبية المتخصصة، لقيت في نهضة هناك، وبصراحة اللي كان بيحصل زمان ما بيحصلش دلوقتي في المراكز الطبية المتخصصة عشان تجيدي قرع علاج على نفقة الدولة. لكن اتمنى التيسير اكتر، بدل ما المريض يروح ياخد يعمل قرع علاج ياخد جرعه بجرعه، لا، وبدل ما تشوف المريض قدامك، لا، طلع للمريض ياخد جرعاته كامله، لان المرض ده بدا ينتشر كتير جدا. اتمنى على الرئيس السيسي ان يعلن الحرب كما اعلن الحرب على فيروس سي، ان يعلن الحرب على السرطان. نقدر، يعني انا نقدر طبعا نقدر. ربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مرضانا، واحنا انا متاكده ان احنا نقدر نعالج هذا المرض الخبيث اللعين. احنا عندنا كل الادوات، عندنا الاراده، عندنا القوى البشريه، عندنا البحث العلمي، عندنا كل حاجه، وان شاء الله نقدر ان احنا نقضي على هذا المرض زي ما احنا قضينا على فيروس سي، او في الطريق ان احنا نقضي على الامراض الفيروسيه بالكامل. يعني ربنا يحافظ على مصر وعلى صحه المصريين كلها. انا بشكرك يا استاذ بشير، ودايما بسعد بلقائك معنا في نهايه الاسبوع، منورنا دايما. الكاتب الصحفي الاستاذ بشير حسن، شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. النخوه ليه اختفت او تضاءلت في مجتمعنا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مشاهدينا والدكتور محمد المهدي. ابقوا معنا ونهايه الاسبوع. المساعدات الانسانيه اللي بتيجي من الدول لهذه الدول المنكوبه في التوقيت الحالي، وهناك ورش شغالة بقالها فترة، وورش هتشتغل كتير جدا، وهناك سباق فني برضو، نتكلم عن الفن ودور الفن، هناك ورش فنية، وهناك يعني في عدد كبير جدا من الشباب حاول يقدم إبداعه الفني. أنا واثق السنة اللي فاتت كنا بنتفرج، أنا كنت بتفرج من الشاشة، مفيش لحظة ملل حسيت بيها.
يبدو الاهتمام بالتفاصيل عند القائمين على منتدى شباب العالم مهم جدا. لا تحس بملل. وبعدين كل دقيقة يعني الافتتاح اتأخر السنة اللي فاتت حوالي ربع ساعة وتلت ساعة. الربع ساعة وتلت ساعة ما حدش حس بيها. لأن الحاجات اللي كانوا بيعملوها تنظيم والقبة اللي كانت معمولة وحاجة حاجة مبهرة جدا. تحسي انك مش عايزة تفوتي لحظة. انا الحقيقة اعتقد السنة دي هنلاقي ابهار اكتر. ما هو ده انا بتكلم فيه. انا سعيدة كمان بكذا نقطة غير يعني انا سعيدة بنقطة تبادل ثقافي وحضاري بين الشباب. دي حاجة يمكن يعني انا لفت نظري جدا في منتدى شباب العالم لان دي اللي احنا بقى محتاجينها. انا محتاجة اعرف الناس خبراتي وثقافاتي واعرف حاجات ممكن استفيد منها هنا في عملي وفي شغلي. محتاجة الناس دي اعرف هما بيفكروا ازاي, نجح في النقطة دي ازاي, طب انا نجحت في النقطة دي ازاي اقولها له. محتاجة تواصل علشان اغير شكل يعني اغير شكل التلقي المباشر ده اللي هو اعمل كذا ما تعملش كذا. افكار صحيح. كتيرة تبادل افكار. ممكن انا اقول لك فكرة انت تقول لي فكرة يبقى يعني نبقى نستفيد من خبرات بعض. دي يمكن نقطة لفت نظري جدا في ده لان وبعدين احنا بنتكلم في ايه, في ثقافات مختلفة تماما. يعني علم كتير جدا, يعني بحث كتير جدا, يعني اسئلة كتير جدا. التواجد الافريقي في المؤتمر. فاكرة الشاب اللي وقف السنة اللي فاتت وقال للرئيس احنا عايزين المؤتمر ده كل شهر. وشاب تاني قال احنا عايزين المؤتمر ده او المنتدى ده كل 6 شهور. فيمكن ده اللي خلى الرئيس حريص انه يكون المنتدى في ميعاده. كمان نموذج المحاكاة اللي اتعمل على الاتحاد الافريقي هنا من فترة وحضر الرئيس برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمن توصياته انه يتعمل في منتدى شباب العالم. لذلك هنلاقي التواجد الافريقي موجود في منتدى شباب العالم اكتر. ويمكن الشباب بيطرح افكار مبهره جدا. بالزبط. وكمان يعني اكيد هنلاقي زعماء افارقه موجودين بيطرح افكار مهمه جدا وجميله جدا. حتى الشباب عنده حلم الوحده, حتى الشباب عنده حلم التقارب الثقافي, حتى الشباب عنده حلم. كان عندنا حلم نسمع بعض. يعني كلمه ان احنا بقينا نسمع بعض بشكل مباشر دي كانت بعيده جدا. كانت بعيده ان انا اسمع مسؤول والمسؤول يرد عليا كده مباشره, او اسمع حد من بلد تاني ويرد عليا واتبادل معاه. اسمع رئيسي واتناقش معاه وبقول له ايه اللي مضايقني وبيرد. يعني دي حاجات كانت بالنسبه لنا استاذ بشير بعيده جدا. كانت احلام. يعني مين اللي كان يتخيل ان احنا ممكن نقعد ونسمع الرئيس ونقول له انا مشكلتي كذا وهو يقول لا كذا ويحل. يعني دي كانت بالنسبه لنا حاجات خياليه. يعني انا اتمنى كمان حاجه. انا اتمنى الدائره توسع اكتر بالنسبه للشباب. طبعا. يعني انا مش عايز شاب مصري يتحرم من انه يحضر فعاليه زي دي او يساهم في فعاليه زي دي. هو احنا انتباهنا لشبابنا عمل مهم جدا على فكره يا استاذه مها. مش هم دول الشباب اللي سبناهم لمنظمات خارجيه كانوا بيعملوا منتديات بره, وده الشباب اللي سبناه لمنظمات او تحت عنوان المنظمات الحقوقيه. بالظبط. سبناهم ده الشباب اللي اهتم بيه زعماء العالم وكانوا بيقابلوا زعماء العالم قبل 25 يناير. صح. وكانوا بيحضروا في صربيا وبيحضروا في امريكا وبيحضروا معرفش في بريطانيا. قوتك البشريه شبابك ومستقبلك وقوتك البشريه كان بيتم العبث بعقلك طول السنين اللي فاتت. عشان الناس اللي بتسال يعني السؤال اللي هو السطحي جدا هو احنا بنعمل ايه في المؤتمر؟ لا احنا بنعمل حاجه مهمه جدا. احنا يعني قوتك البشريه اكتر من 60% كانت بتستقطب بمنتهى الصراحه. لا ده كان بيتم حشو ادمغتهم. ازاي يسقطوا الدول؟ بالظبط. ازاي يسقطوا الانظمه؟ انا هنا بجيب شباب العالم كله بقول له تعالى تحاور وتناقش. احنا دعوتنا للسلام. صحيح. ندعو للسلام ازاي؟ وهنتابع طبعا المنتدى وهنتابع الفعاليات والجلسات وهنبقى مع حضراتكم لحظه بلحظه للمناقشه والتحليل والتواصل ايضا اللي هو دورنا. طيب بمناسبه الارهاب بقى احنا ما نقدرش نغفل الحقيقه الجهود المستمره فيها يمكن وزاره الداخليه. وكنا اعلنا امبارح عن طبعا قطاع الامن الوطني كان في مشاركه اجهزه الوزاره المعنيه بالعديد من العمليات التمشيطيه. كانوا طبعا عملوا عمليه او مداهمه مهمه جدا وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعه من العناصر الارهابيه الهاربه من الملاحقات الامنيه بمناطق جبليه بالكيلو 60 طريق الفرافره, واسفرت طبعا عن تصفيه 11 ارهابي وطبعا جاري تحقيق مع الذين قبض عليهم.
دي برضو من المجهودات اللي لازم نشير ليها والتحديات اللي بتواجهنا يعني في هذا الوقت احنا بنحضر فيه لمكافحة الإرهاب الفكري عن طريق المؤتمرات والمنتديات. في إرهاب صريح وواضح جدا بيتم مكافحته هنا على الناحية التانية. كان طبيعي انك تلاقي حادث إرهابي زي ده في التوقيت. في التوقيت. ليه؟ لانه بعد القبض على شمع شماوي اعتقد انه بدأت العملية تضيق عليهم قوي على الجماعات الإرهابية في ليبيا، فده المنفذ الوحيد ليهم انهم يجوا عن طريق الفرافرة، فده نتيجة طبيعية للي حصل للإنجاز الكبير جدا اللي حصل. صحيح. من القوات الليبية في الفترة الأخيرة وقبضهم على هشام عشماوي ورؤوس الإرهاب. فده نتيجة طبيعية لده، وده يلزمنا ان احنا نوجه تحية للقوات الشرطة اللي عارفة كويس جدا ومتوقعة كويس جدا انه ممكن يكون المكان ده في الفرافرة. صحيح. هدف للإرهاب بعد ما تم تضييق الخناق عليهم في ليبيا. بالضبط. ويعني الحقيقة يعني الموضوع تم بمنتهى الحرفية وبمنتهى الدقة، ويعني اتخاذ الإجراءات القانونية جاري دلوقتي. نيابة أمن الدولة العليا بتتولى التحقيق، وأكيد هنوافي حضراتكم بالتفاصيل. طيب امبارح يا استاذ بشير سريعا كده كنا بنتكلم في نقطه ارتفاع الاسعار، عشان يعني نبقى برضو ايه يعني لمينا بكل جوانب الاسبوع اللي فات في رقابه شديده، وامبارح يمكن عرفنا حاجات كتيره جدا ما كناش عارفينها خاصه بموضوع الاسعار. عجبتني الفقره بتاعت امبارح. اشكرك جدا. بس الحقيقه كان في تفاصيل كده ما كنتش فاهماها، يعني قالوا لنا لا ده مش التجار، ده في ناس كانت بتحتكر، في ناس تقول لك لا ده التجار بيعملوا كذا، في ناس تقول لا طب ما الحاجه بترخص واحنا اللي عندنا سلوك سيء. طلع موضوع ارتفاع الاسعار ده ليه ابعاد تانية خالص غير اللي احنا كنا فاهمينها. احنا عرفنا التفاصيل امبارح، وفي مجهودات يعني من الدوله لمكافحه الحقيقه ارتفاع الاسعار، بس احنا كمان ساعات نساعد زي دي اللي انا قلتها يمكن بكررها مره ثانيه، لما نلاقي حاجه غليت بنشتريها اكتر. صحيح. تغلى تاني. لا اولا انا بحييكوا على الفقره اللي اتعملت امبارح. شكرك جدا. وخلينا نقر شيء عشان بس حتى لا نتهم بان احنا بنغالي او بنزايد. هناك ارتفاع في الاسعار او هناك ارتفاع في الاسعار. هناك معاناه من الارتفاع في الاسعار او هناك معاناه من الارتفاع في الاسعار، وهذا يعلمه الرئيس ويثني على الشعب دائما لتحمل هذه هذا الغلاء. لكن احنا ممكن نكون سبب؟ ممكن نكون سبب، والا ما كانش يضبط 3800 طن الرقابه الاداريه تعمل هذه الضربه، 3800 طن بطاطس في ثلاجات امبارح في ثلاجات. وما خفي كان اعظم، واعتقد ان احنا هنلاقي ضبطيات كتير جدا في الايام القليله اللي جايه. هي النقطه اللي واحد. بيستغل الموضوع لمصلحته الشخصيه. طبعًا. لان امبارح بقول لهم السلع الغذائيه امن قومي، اللي يعمل حاجه زي كده يعني العقوبه لازم. طبعا تحياتنا لهيئه الرقابه الاداريه على ده، بس واحنا لسه هنشوف يعني لسه في الظروف اللي زي دي دايما بتلاقي المتربحين والمستفيدين منها بيكتروا في الوقت ده. وانا اعتقد ان في الايام القليله القادمه هتلاقي ضبطيات كتير جدا. لما يكون 3800 طن يعني انت مخزن 3800 طن، امبارح قالوا لنا مخزنهم السنه اللي فاتت، وكل بطاطس وصل 12 جنيه، انت مخزنهم ليه؟ على فكره هتلاقي كتير جدا من النوعيات دي. لكن خلينا نروح لناحيه تانية. احنا بنتكلم على اللي علينا. واللي علينا برضو ان انا ممكن الاقي سعر السلعه الواحده متفاوت من مكان لمكان. بالعكس، كل تجربة على كيف ده انا ممكن الاقي فكهاني واقف هنا بيبيع سلعه معينه ب 20 جنيه. في المنفذ في المنافذ الاقيها ب 12 جنيه او ب 10 جنيه. انا في مدينه العبور لو دخلت سوق العبور بجيب الحاجة مثلا سي ب 5 جنيه بلاقيها بره ب 15 جنيه. احنا بس بنكسل وبنجيب من الاقرب. طب ما المنافذ موجودة، اشوف المتوفر في المنافذ ايه، لو ما لقيتش هلجأ للغالي طبعا. الحاجة الثانية الفلاحين بقى اللي زي حالاتي. هتلاقي فلاح زرع السنة دي بطاطس و10 فلاحين ما زرعوش بطاطس. اللي الدورة الزراعية اللي كنت بتكلموا عليها امبارح كان معاك ضيف بيتكلم عليها امبارح. انا فلاح زرعت بطاطس السنة دي والبطاطس غليت وكسبت فيها. العشرة اللي ما زرعوش هيجوا السنه الجايه يزرعوا البطاطس. كله هيزرع لان انا غليت البطاطس. فهو بيتعامل البطاطس هتفضل غاليه،
فالعشرة يزرعوا السنة الجاية فتبقى ببلاش السنة الجاية. هو كنا احنا الحقيقة مطالبين امبارح بالتواصل اكتر مع الـ يعني الفلاحين والمزارعين علشان برضو يعني التوعية وعلشان هم ما يقعدوش كده ما يبقوش حاسين ان هم مفصولين خالص. لكن علينا الا نهمل ضبط الدولة او الاجهزة المعنية للاسعار. لان هناك من التجار من يتلاعبون بالاسعار طبعا. اي زيادة في سعر طبعا. لابد من ضبط الاسعار او جهات تتحرك لضبط هذه الاسعار. وهي دور علينا كلنا بقى بصراحه، يعني احنا برضو ايه ساعات زي ما استاذ بشير بيقول كده ساعات ايه بنكسل او ساعات يعني احنا الكسل والتخزين، التخزين ده اللي هو يعني بجد مضايقني جدا. امبارح بقى اتكلم انتوا بتخزنوا اكل ليه؟ ما حدش يخزن اكل يا جماعه، يعني مش ممكن مش ممكن. احنا اللي بنساعد في ده ان احنا الاسعار تغلى، ما هو التاجر هيفرح قوي ان احنا بنشتري كتير وبنخزن فيغلي زياده. طيب اخر نقطه نتكلم بقى في الصحة ومنظومة الصحة. يعني الحقيقة المبادرة اللي كانت أطلقت من فترة 100 مليون صحة، وفي يعني الحقيقة مجهود كبير جدا احنا شايفينه ولمسينه خصوصا في علاج فيروس سي. يعني احنا كان عندنا فيروس سي قد ايه كان منتشر، دلوقتي فيروس سي ده بقى ما بقاش، اما بقول فيروس سي ما بقاش الناس تترعب زي الاول، علاج سهل سريع الوقاية، بقينا نتكلم في الموضوع عادي يعني كأن ما فيش، يعني الموضوع بقى عادي جدا وبقى الشفاء منه طبيعي جدا وعادي جدا. فنهوض بالمنظومة الصحية هو نهوض بالمنظومة المجتمعية، هو نهوض بالمنظومة الصناعية ايضا والانتاج، لان انا لما يبقى عندي شعب وعندي عمال صحتهم كويسه ومش قلقانين وعندهم منظومه صحيه محترمه وتامين صحي ومش خايفين ان هم لما يعيوا او يجرى لهم حاجه يحصل يعني بيتهم يتخرب، يبقى انا كده هيبقى عندي انتاج منظم وانتاج يعني باطمئنان، خلينا نقول امان يعني. انا قلت قبل كده هنا في البرنامج انه لو لم ينجز الرئيس السيسي غير القضاء او محاربه فيروس سي فده يكفي. الفلاحين اللي زي حالاتي هم اللي يعرفوا يعني ايه فيروس سي ويعني ايه هذا المرض اللعين نهش اكباد المصريين في الريف ويعني ايه حد يموت او النسبه الاكبر في الريف تموت بسبب هذا المرض. اعتقد ان ده انجاز كبير جدا جدا جدا. وحتى انا الايام دي بقيت اشوف اعلانات زي زمان روح اكشف وروح افحص وروح اعمل ثقافه التشيك اب والوقايه وعلى فكره ببلاش صحيح كلها ببلاش. وانا شايف كمان حتى الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه بدات تدخل في هذه المنظومه. خلينا بس افرق بين حاجتين، هناك جمعيات يمتلكها بعض الشخصيات، هذه الجمعيات تعمل للمصالح الشخصيه وللكسب الشخصي، هذه الجمعيات تحاول ركوب الموجه والقفز على انجازات الحكومه. يعني مش منطقي ان انا اسمع حد عنده جمعيه خيريه او مستشفى خيري يقول لي ان انا عملت 700 قافله طبيه في شهر. مش منطقي على الاطلاق لان انا بعالج فيروس سي. لا يا حبيبي، ما تسرقش انجاز الدوله وتقول ان انت بتعالج من خلال الجمعيه بتاعتك علشان تجمع تبرعات. هذا الانجاز خاص بالدوله وخاص بالرئيس السيسي، ده رقم واحد. رقم اثنين، بقى في ثقافة، نشر الثقافة ان انا اكشف على نفسي واروح ببلاش، والاعلانات اللي احنا بنشوفها والاغاني اللي احنا بنشوفها ان انا اتحمس واروح افحص وحلل عشان اعرف عندي الفيروس ولا لا، ده ثقافة بقت راسخة في المجتمع وده يحسب للحكومة. رقم ثلاثة، ده بياخدنا لمنطقة تانية خالص يا استاذ زمان. ده بياخدنا لمنطقة اللي انا نفسي إذا كنا أعلننا الحرب على فيروس سي ونجحنا، نعلن الحرب على السرطان وإن شاء الله ننجح. إن شاء الله. وأعتقد إنه إعلان الحرب على فيروس سي جزء من إعلان الحرب على السرطان. أنا كنت بعض المضاعفات للالتهابات الكبدية بتؤدي للسرطان. سرطان الكبد، وده اللي النسبة الأكبر من المصريين بتعاني من سرطان الكبد. خليني أقول لك إن أنا بحثت كتير، ما لقيتش عندنا إحصائية مظبوطة ان احنا عدد مرضى السرطان كام في مصر. لان يقول لك احنا عندنا 30 من كل 100,000، والاقي يقول لك عندنا 11 من كل 100,000، والاقي احصائيات متضاربه جدا، مش لاقي احصائيه مظبوطه. لكن اعتقد وحضرتك يمكن توافقيني على الكلام ده والكل يوافقني على الكلام ده، ان المرض زاد في الفتره الاخيره. مرض سرطان الكبد عند الرجاله وسرطان الثدي عند السيدات. انا مش لاقي احصائيه، لكن انا
إذا كنا بدأنا بالقضاء على فيروس سي، أتمنى إعلان الحرب على السرطان. أنا كنت قاعد مع سيدة جميلة ما شاء الله وشعرها طويل وأصيبت بهذا المرض، فبتقول لي أنا أعمل إيه في شعري، وبدأت تحسس على شعرها شيء مميت وشيء صعب جدا. 2 من زملائنا ماتوا بالسرطان، يمكن آخرهم كان مخرج عزيز علينا مات امبارح برضو بهذا المرض اللعين، عمر الشيخ، وقبليه مذيعة دارين، وكتير جدا بموتوا بسبب هذا المرض. احنا عايزين ازاي الوقاية من هذا المرض السرطان، وعايزين علاج لهذا المرض، لان الكيماوي بيبقى صعب جدا. يعني انا رحت المراكز الطبية المتخصصة لقيت في نهضة هناك، وبصراحة اللي كان بيحصل زمان ما بيحصلش دلوقتي في المراكز الطبية المتخصصة، عشان تجيدي قرر علاج على نفقة الدولة. لكن اتمنى التيسير اكتر، بدل ما المريض يروح ياخد يعمل قرع علاج ياخد جرعه بجرعه، لا، وبدل ما تشوف المريض قدامك، لا، طلع للمريض ياخد جرعاته كامله، لان المرض ده بدا ينتشر كتير جدا. اتمنى على الرئيس السيسي ان يعلن الحرب كما اعلن الحرب على فيروس سي، ان يعلن الحرب على السرطان. نقدر يعني انا نقدر طبعا نقدر. ربنا يشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مرضانا، واحنا انا متاكده ان احنا نقدر نعالج هذا المرض الخبيث اللعين. احنا عندنا كل الادوات، عندنا الاراده، عندنا القوى البشريه، عندنا البحث العلمي، عندنا كل حاجه، وان شاء الله نقدر ان احنا نقضي على هذا المرض زي ما احنا قضينا على فيروس سي، او في الطريق ان احنا نقضي على الامراض الفيروسيه بالكامل. يعني ربنا يحافظ على مصر وعلى صحه المصريين كلها. انا بشكرك يا أستاذ بشير، ودايما بسعد بلقائك معنا في نهاية الأسبوع، منورنا دايما. الكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن، شكرا شكرا جزيلا يا فندم. النخوة ليه اختفت أو تضاءلت في مجتمعنا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مشاهدينا والدكتور محمد المهدي. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. مصر جاية مش ضعيفة، لأ عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، إملى كل الدنيا دي. مصر جاية مش فقيرة، لأ غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس، واللي زارع واللي حارس. هي أحلى صورة لينا هي. مصر جاية مش حزينة، لأ هنية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية والمعايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية مش فقيرة، لأ غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس، واللي زارع واللي حارس. محافظة القاهرة، احنا تم ضخ 2,700,000,000 جنيه تمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر،
مولت 117,300 مشروع، وفرت 222,000 فرصة عمل، ده بخلاف ما تم ضخه من حوالي 400 مليون جنيه لخدمة البنية الأساسية، ودي أيضا بتوفر فرص عمل غير مباشرة عن طريق تشغيل من هم في المناطق المحتاجة والعشوائية. أنا تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات إن أنا أوسع مصنعي وأزود الطاقة الإنتاجية بتاعت مصنعي. رسالتي للشباب الفكرة مش تمويل فقط، إن التمويل هو اللي ممكن يوقفك، أنت ممكن يكون معاك فكرة هي اللي تكسبك أو تجيب لك مليون جنيه، إنما المليون جنيه عمرها ما هتشتري فكرة. كل واحد مننا محتاج حد ياخد بإيده بر الأمان من غير تشدد أو تعصب، ولأن ديننا هو دين النصيحة أصبح مهمتنا إننا نقدم النصيحة بشكل يناسب جمال ديننا، عشان كده سمينا نصيحتنا الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة في الأوقات التالية على دريم. حينما تدوه بك الحياة ويسيطر عليك اليأس، ده جبان وأناني، كل شيء له دور، أنا الوحيد اللي ملوش دور، وقتها فقط تفقد الأمل. قدامنا حاجات كتير أعظم من كل اللي كنت تقدر تعمله، فيجب عليك أن تبحث عن بصيص من النور ليعيدك لنفسك وللحياة. الملك البحث وسعادتك تفكر في التسليم. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. عهد العزائم انتهى، مفيش قوة هتقدر توقف العجلة. السمان والخريف، فيلم من روائع السينما المصرية. السمان والخريف في الأوقات التالية على دريم. مطلوب حاجة واحدة، الفهم والصبر، الفهم والصبر. نفضل نبني ونعمر، وكل ما تبقى زعلان ابني اكتر. عندك مشكلة كبيرة يا انسان، ما قلتش اي حد انك تعرف يعني ايه دولة، مفهوم الدولة، بتحديات الدولة، بمطالب الدولة. الدولة حاجة تانية خالص، بلد فيها 100 مليون، موازنتها كلها قد ايه، يتبقى منها قد ايه للصرف على 100 مليون وتطلعاتهم. 30/6/20 حواريكم بفضل الله، بفضل الله دولة تانية، دولة تانية. مشاهدينا، تابعوا معنا آخر الأخبار العاجلة، المشاهد الحية، وأحدث البرامج من خلال شبكة تثق بها. يمكنك أيضا مشاركتنا بآرائك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، انستغرام. صفية، ساعات الواحد مبقاش قادر يحط الماسكات اللي متعود انه يستخدمها مع الناس. المهم انه يكون مسيطر، ان اللي جواه ما يخرجش الا في الوقت والمكان المناسب. عشان جوزت. اتجوزته؟ هو تقولي ليش يا ندلة؟ هو على فكرة حد محترم، محامي كبير وليه اسمه،
بس زي ما تقولي كده اختلافات في وجهة النظر. الحالة متأخرة والورم منتشر، ما اقدرش اطمنك خالص الا لما افتح واشوف بنفسي. ليلى ما تعرفش حاجة وانا مش عاوزها تعرف حاجة. متخافيش انا هبقى كويسة. انا مش ندمان على علاقتي بصفية، انا خلاص خدت قراري. انا استنيت عليها علشان تهدى وتراجع نفسها وتعرف غلطها وترجع البيت. خلاص الله، مفيش دعوه بالولاد، هذا شيء بيرجعني. ومين قالك ان انا عايز اتكلم؟ انا عايز حل. قانون المراغي في الأوقات التالية على دليل. الموضوع مش قوة جيش ولا قوة شرطة، هي قوة شعب. قوة شعب. احنا هنحاسب بربنا على ان احنا نحمي 100 مليون. الجيش والشرطة قادرين على ان هم يتصدوا لكل الكلام ده بمنتهى البساطة رغم التضحيات، ولدينا القدرة على ان احنا نتجاوز كل التحديات اللي موجودة ديت وننطلق للأمام. مسارنا واحد في المجابهة ومستمر وهيستمر. أبناء الشعب ده من الجيش والشرطة قدموا حياتهم لأجل يتحقق الأمن والاستقرار. ده حماية لدولة ودين. للإعلان على قنوات دريم، الوكيل الإعلاني شركة أدلاين. اصلا لازم يبقى في تراضي بينهم، يتراضوا ويتكلموا ويتفهموا. الدين اهم حاجه، الدين، لان ده ليه حق ان يشوف عياله وهي ليها حق ان تشوف عيالها. لا هو يظلم عياله ولا هي تظلمها، ويعني يرحموهم شويه، لان كل ده في الاخر بنصب على الاولاد. يعني احيانا الام بتركب دماغها والاب بيركب دماغه على حساب الاطفال، فالاطفال دول ذنبهم ايه؟ هو القانون ده يبقى قانون ودي، وطبعا القانون الماده القانونيه ما فيهاش حاجه اسمها ودي، فالقانون الودي اللي هو بيبقى بين الزوجين. هو عموما كده حرام من ناحيتين، اللي يمنع العيال يشوفوا امهم، يمنع الاب يشوف عياله، ده حاجه اساسا غلط وحاجه ما تنفعش. الام تحتكر الطفل لذاتها لوحدها، ولا الاب، لان في الاخر هو اللي بيبقى متضرر هو الطفل. يبقى في تعاون ما بين الزوجين او الاثنين المطلقين، بدل ما يلجأوا للمحاكم والكلام ده كله، يبقى في تعاون بينهم ما بين بعض على اساس ان هم يعرفوا يشوفوا اولادهم بطريقه صح. يعني المفروض يبقى كل اسبوع مثلا الام تتنزل عن عيالها مثلا يوم واحد، ان هي تنزلهم له مثلا تحت لو هي مش عايزاه يطلع فوق ليها، تنزلهم له ياخدهم طول اليوم يفسحهم ويخرجهم، وبعدين ايه يجيبهم لها تاني. لو في حته ثقه منه هو يشوف ولاده. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع. وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا اننا هنتكلم النهارده في ملف مهم جدا بيتعلق بقانون الاحوال الشخصيه او قانون الاسره. يمكن احنا كنا في برنامجنا ناقشنا الكلام ده كتير قبل كده، ناقشنا مشاكل طلاق ومشاكل رؤيه ونفقه واستضافه او اصطحاب او ايا كان مسماها يعني وغيرها. وكنا دايما بنقول ان الحل
في التوازن، الحل زي ما قالت السيدة الجميلة كانت بتتكلم في الثقة، في قانون متوازن يراعي كل الأطراف، يراعي مصلحة الطفل ويغلب مصلحة الأطفال على الطرفين. أنا ما عنديش شك إن أنتوا كلكم عايزين ولادكم يتربوا في مناخ صحي، ما عنديش شك ان دي ده الواقع اللي انتوا عايشين عليه، حتى ولو حصل بينا ابغض الحلال وهو الطلاق. طيب ده هيحصل ازاي واحنا يعني عندنا عقد، عندنا كلاكيع قانونيه، عندنا كلاكيع نفسيه ومجتمعيه، عندنا حاجات كتيره جدا بتضايقنا وبتحول دون ان يحدث هذا الاستقرار بعد الانفصال. يا بنات ويا شباب، احنا الانفصال مش نهاية العالم، مش ممكن يبقى نتيجة لهذا التخبط وهذا الانفصال يبقى عندنا معسكرين متنحرين كانوا في يوم من الايام عايشين في بيت واحد، عندنا يعني نصهم رايح القانون عشان يعني يكيد التاني والنص التاني بيستقبل، ده بقينا جبهتين، بقينا جبهة متمردة ضد القوانين وبقينا جبهة تانية سيدات برضو عندهم مشاكل كتير وقلبهم موجوع، وفي هنا كويس وفي هنا وحش وفي هنا وحش وفي هنا كويس. الموضوع بقينا جبهات لناس كانوا في يوم من الايام في بينهم عشرة والمفروض ان كان في بينهم مودة ورحمة. طيب انا عندي جروبس كتير جدا على فكرة، يمكن على الواتساب وعلى الفيسبوك من الناحيتين، وحرب شرسة جدا. احنا مش متخيلين قد ايه الموضوع فظيع وظالم وظالم للعيال. انا ماليش دعوه لا بطرف ولا بطرف، عامه خلونا نناقش الموضوع. احنا يمكن ثلاث اسابيع كنا بنناقش الموضوع من الجبهه الثانيه، ومعلش بقى انا هسميها الجبهات لغايه ما نحل الازمه دي. كان عندنا امهات كانوا عندهم معاناه من اباء اخذوا الولاد وما رجعهمش ثاني، مش عارف يعني ما رجعهمش ثاني بقى عشان كيد مش عشان اي حاجه ثانيه. طيب هنشوف بقى الجانب الاخر. خلينا نرحب بضيوفنا دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون. اهلا بك يا فندم. برحب ايضا بالسيد النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا فندم بحضرتك. طيب دكتور محمد، حضرتك مقدم المشروع، مش دي بريف عن المشروع كده؟ تمام يا فندم. ده مشروع قانون اتقدم في 27 ابريل سنه 2017. اوكي. القانون ده بيطرح رؤيه جديده في قانون الاحوال الشخصيه وفكره الرعايه المشتركه اللي حضرتك اتكلمتي فيها. يمكن التحفظ البسيط على الموضوع، انا لا ارى ان انا امثل جانب بعينه، لكن انا امثل جانب لم يتم تمثيله في كل تعديلات القوانين اللي فاتوا، هو الطفل. لان احنا اذا استقرينا ان احنا عندنا حاله استحاله المعيشه ما بين زوجين، يبقى احنا كلنا كمجتمع الطفل الوحيد هو اللي لازم يبقى له حد بيتكلم باسمه. دايما الناس بتتحدث عن فكره ان احنا اذا استحاله العيشه يجب ان يكون بيننا وفاق وود ورحمه، لكن الواقع بيقول ان القانون هو قواعد عامه مجرده تنظم الحياه حاله استحاله التوافق. فلذلك القانون بيتطرق لاكثر من جزئيه، بادي من فكره الخطبه، تنظيم الخطبه، فكره الخلع، تنظيم الخلع، تنظيم الطلاق، ثم النقاط الاشد التهابا هم ثلاث نقاط اللي هو بتنظمهم حاليا الماده 20 في القانون الحالي، وهي نقطه سن الحضانه، انتقال الحضانه والاصطحاب. هي دي اكثر ثلاث نقاط التهابا في مشروع القانون. وبينظم في البند الرابع منه فكره النفقات وتحصيل النفقات، دي في الشق الموضوعي. الشق الاجرائي بيسهل شويه من اجراءات التقاضي، الناس كلها بتعاني. انت بتتكلم في 9 مليون طفل شقاق من طلاق مباشر، 14 مليون من طلاق غير مباشر، 44% نسب طلاق. ده كلام بيشد كل النظام القضائي في مصر بالنسبه لقوانين الاسره، وتعداد القضايا بقى غير طبيعي، يعني في المتوسط من 8 ل 10 قضايا مع كل حاله طلاق. ده كلام لا يستقيم ولا يستطيع اي نظام قضائي ان يعني يتحمل مع تزايد حالات الطلاق. اضرب كل حالة طلاق في 8 9 قضايا، ده كلام لا يستقيم. فمننظم الشق الاجرائي في فكره الملف الواحد. ده يعني ايه طبعا في السريع الموضوع. طيب سياده النائب، ايه رايك في اللي بيحصل، خاصه وان الامهات على الجانب الاخر، خليني اقول لحضرتك اوصلك برضو وجهه نظرهم. يمكن تحدثت مع بعضهم قبل كام يوم لما عرفوا ان سيادتك هتكون موجود، وكان الرساله اللي كانوا حابين ان انا اوصلها لحضرتك تحديدا، هم في عندهم مخاوف، عندهم مخاوف انهم دلوقتي انا لو عملت ده، انا هي بتبقى مؤمنه تماما ان يعني الاب والام مهمين في حياه الطفل. طيب دلوقتي هو هياخد الولد مش هيرجعه، لانه هي في بعض الامهات بيقولوا لي لا، هم بيقولوا لنا كده باللسان، يعني بيقولوا لنا بيقولي باللسان لا انا هاخد الطفل مش هرجعه. ف ما ينفعش يجي حد دلوقتي يقول لي انا هاخد ابنك مش هرجعه حتى لو ابوه انا هموت، ما ينفعش.
طب انا انظمها ازاي يا فندم؟ يعني هم مش يعني انا عايزه الغي هذا التنحر. طب يعني لو حضرتك تأذني لي انه يعني فكره انه ان الموضوع يناقش في اطار جبهات، انا وجهه نظري ان ده شيء مش يعني سلبي للغايه، لانه هيحول الامر من فكره البحث عن نص قانوني وتشريعي متوازن يضمن الحقوق لفكره يعني الانحياز لأي من الأطراف صاحبة المصالح داخل القانون. أنا وجهة نظري أنه القانون للأحوال الشخصية زيه زي قوانين كتيرة جدا موجودة في مصر، مر على إصداره سنوات طويلة تقترب من قرب 100 سنة. خلال 100 سنة دول حصلت بعض تعديلات وتغييرات في القانون، لكن من وجهة نظري أنا هو لم يخضع لإعادة تقييم موضوعي يعني يتم بشكل حقيقي وكامل، بحيث انه ينظر هو بقى مناسب لظروف المجتمع وطبيعة المشاكل الموجودة فيه، هو المشاكل اللي ظهرت مع التطبيق محتاجة انه يجرى تعديلات ولا لا. ده خلال 100 سنة ما حصلش بالشكل الموضوعي المطلوب يعني، فترتب على كده انه القانون ما بقاش مناسب ولا صالح لكافة أطراف العلاقة. يعني أنا برضو لما بتكلم عن صياغة القانون مع احترامي الكامل للأولاد والأطفال، لكن هم مش هم الطرف الوحيد. هم مهمين ولازم تراعى مصالحهم 100%، لكن كمان في أم يجب تراعى مصالحها، وفي أب يجب تراعى مصالحه، وفي أطراف أخرى الجد والجدة وأقارب هذه الأسرة اللي هم من حقهم ان هم يبقى حتى لو الطرفين شافوا انه. طب ليه انا دلوقتي لما بتتم المناقشة بشوف ان يعني لما بسمع الكلام ده يقول لك لا، يعني ليه دايما في الخلاف ده؟ يعني ليه ما بيبقاش في حوار ما بين الجانبين دول اللي كانوا في يوم من الايام بينهم وبين بعض عشرة علشان يقدروا يوصلوا، طب انا هراعي مصالح الام ازاي وهراعي مصالح الاب ازاي؟ أقول لحضرتك صراحة يعني حتى احنا في مجلس النواب اللي غالبا كان بيجي يتكلم معانا كنواب، سواء احنا في لجنة التضامن او سيادة النائب محمد يعني المجموعة اللي باين ان هي مهتمة بقانون الأحوال الشخصية داخل المجلس، انا اسف ان انا اقول انها اسوأ تجارب موجودة. يعني 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 انا اتكلم معايا من مجموعات الآباء عدد مش قليل، ومنهم ناس يعني انا اتكلمت معاهم بعمق، ومنهم ناس حتى اصدقائي، وأظن أن معظمنا في عائلاتنا في حالات كده. برضو في نفس الوقت اتكلم معايا عدد من الأمهات والتجمعات اللي بتعبر عن مصالح الأمهات، وفي الحقيقة يعني الطرفين عندهم تجارب من أسوأ ما تكون. سواء الأمهات يوصلوا للمرحلة دي إلا إذا كانت تجربتهم وحشة، سواء الأمهات أو الأباء. وبالتالي لما بيجوا ينقلوا لنا وجهة نظر سواء الأباء أو الأمهات، هم بينقلوا وجهة نظر مبنية على تجربة من أصعب وأسوأ ما تكون، بتحكي بأوجاعها هي. وبالتالي لما بنيجي نتكلم يعني خارج إطار التجربة الذاتية، سواء لكل أم عندها تجربة قاسية أو لكل أب عنده تجربة قاسية، ما بيبقاش ده سهل. أنا وجهة نظري وإحنا في لجنة التضامن وإحنا بنحط جدول الأعمال، لما حطينا أن لازم هنبتدي حوار مجتمعي خلال دور الانعقاد ده، أنه إحنا لازم نسمع كل الأطراف طبعا. بس في نفس الوقت لازم نفرق ما بين التجارب العادية التقليدية اللي هي تمثل الغالبية العظمى من الحالات اللي حصل طلاق، واللي هم غالبا ما راحوش محاكم، وغالبا يعني ما أظن أنه مش عدد لا ما أنا هم. عندي ناس راحوا محاكم وعندي ناس تانية الدنيا ماشية عادي ودي جدا، فبتسأل الله طب هي بتسيب الولاد ازاي، طب هو بيسيب لها الولاد كذا، تقول له هم ما راحوش محكمة أصلا يا جماعة، هم لسه يعني هم ما وصلوش لمرحلة المحكمة، أنا عايز احل النقطه الخلاف اللي جوه المحكمه، مش يعني ما هو دي خلافات كتيره برضه. ما هو بس اللي انا بقوله ايه بقى، اذا احنا بنتكلم عن نسبه طلاق كبيره جدا وارقام من الاسر اللي حصل فيها طلاق ما هياش قليله، لما هنيجي نبص على الموضوع مش هينفع بس ناخد وجهه النظر للنسبه اللي موجوده داخل المحاكم، لان هو القانون من وجهه نظري انا مفروض ان هو يتعامل مع الوضع الطبيعي، ثم يوضع فيه مواد لمواجهة الحالات اللي فيها بقى ظلم من أب الأم أو ظلم من أم الأب. لكن الطبيعي أنه الحوار المجتمعي
بيرصد بشكل متجرد بعيدا عن التجارب الشخصية. صحيح. القضية والموضوع وأبعاده. وبعدين في بيحصل حوار مشترك ما بين متخصصين من تخصصات مختلفة مع طبعا أصحاب المصلحة المباشرين سواء من الأمهات أو من الأباء عشان في الآخر يطلع شيء متوازن بيعبر عن الغالبية العظمى ومحطوط جوه منه مواد تواجه الحالات اللي فيها التجارب القاسية أو التجارب السلبية سواء من ناحية الأباء للأمهات أو من ناحية الأمهات للأباء. أعرف بقى كيف تمت مراعاة الجانبين من يعني وضع القانون، حضرتك كمقدم هذا المشروع. صحيح. أراعي الأم إزاي وراعي الأب إزاي؟ طيب يعني دلوقتي طبعا حصل عشان نتكلم برضو نفس السياق اللي اتكلم فيه معالي النائب محمد أبو حامد. احنا بالفعل قمنا بأكثر من 25 حوار مجتمعي في كل المحافظات. أوكي. وخلينا متفقين على شيء، القانون بينقسم إلى جزئين، في حاجة اسمها الشق الإجرائي والشق الموضوعي. الشق الإجرائي له علاقة بالإجراءات والتقاضي وكده، اسمع المتضررين في الموضوع ده كويس جدا لان هو تمام. اكتر واحد تعرض للقضايا وعارف اصل القضايا بتتاخر، اصل بيحصل معرفش ايه، اصل بيحصل تحايل. ماشي. ده بيهمني جدا. لكن اللي مهم جدا في الشق الموضوعي اللي هي الامور اللي يجب ان نلجا فيها المتخصصين، يعني بالذات مواضيع مثلا بتاعه سن الحضانه، مواضيع بتاعه الاصطحاب، الرؤيه، الامور دي عايزه راي متخصص، عايزه اسمع الراي النفسي، عايز اسمع الراي الديني في انتوا راعيتوا ده في القانون. طبعا. كده طبعا ده انا بسمع في عندي امهات يا فندم بتسمع كلمه الاستضافه دي بيجي لها بانيك. طبعا انت ماشي، طب وانا همنع ده عنها ازاي؟ يعني انا ازاي هخليها ما يحصل لهاش هذا الهلع؟ القانون الحالي لا ينظم هذا الموضوع. اولا لا يوجد نص بينظم فكره الاستضافه ديت خالص في القانون الحالي. الخوف اللي دايما او دايما اللي ما يساق على فكره الاستضافه او الاصطحاب، خلينا اول نقول حاجه، مصر هي الدوله الوحيده التي تطبق ذلك. يعني بس انا برضو لازم اخرج بتكلم ان في دول كتير عامله اللي هو اسمه ده كل الدول كاستدي، كل الدول شيرد كاستدي. كل الدول عندها شيرد كاستدي وشيرد بارنتنج. كل الدول عندها المبدا ده. مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق فكرة الرؤية يوم الجمعة، يوم الجمعة بس مش أي يوم تاني، الجمعة ثلاث ساعات من الساعة 2 للساعة 5. ده نظام جبلات القرود، ده نظام لا يستقيم مع لا الصحة النفسية للطفل ولا يستقيم مع صلة الرحم بالنسبة للعائلة. إيه اللي بيشوف طفل ثلاث ساعات ده؟ أو وخلي بال حضرتك الكلام ده ينفع الأب والأم، لأن الأم في القانون الحالي إذا تزوجت ولم تكن أمها مثلا على قيد الحياة تسقط عن الحضانة، ممكن تنتقل إلى الأب. طيب. وتصبح الأم هي اللي عايزة كده. الورقة اهي قدامنا دي اللي بي ده جدول مقارنة. ده جدول المقارنة ما بيننا وما بين الدول الأخرى. طيب احنا عندنا هنا الإمارات في عمان استحبوا الزيارة الأم والأب في 7 سنين للذكر والأنثى حتى البلوغ. تونس الأم والأب 18 سنة. الجزائر استحبوا الزيارة الأم والأب. المغرب الأم والأب 18 سنة للاثنين للولد والبنت. العراق، لبنان كمان أم وأب 12 سنة و7 سنين. وفي ألمانيا بقى وأمريكا دول اللي هم يعني في آخر هذا الجدول. ده جدول المقارنة. آخر حاجة مصر، رؤية مكتوب عليها رؤية 3 ساعات. طيب أنا هاخد تليفون بعد إذنكم أعرف بس يعني رأي الناس. معي أحمد من الجيزة. ألو ألو صباح الخير. صباح النور يا فندم، اتفضل. بص أنا مش هدخل في الجدل في قصة القانون خالص، ولكن أقول لحضرتك إن فريق بيدور على مكتسبات، الأزهر بيتكلم بيقول لا تراجع في مكتسبات، وناس بتحارب على شقة وعلى نفقة بعد الطلاق من واحد هي اتطلقت منه، وواحد تاني بيقول أنا عايز أربي ولادي. نحط قدامنا كده صورة البرلمان، النائب محمد فؤاد بيتقطع هدومه جوه البرلمان. هو ودكتور العليمي، دكتور محمد ابو حامد، يعني لجنه التضامن، اللجنه الدينيه، بيطالبوا بدراسه القانون. وفي ناس ثانيه ضد هذا الكلام. رئيس الجمهوريه بيقول في مشكله. مين اللي موقف الدنيا؟ انا عايز اعرف ليه في البرلمان حتى الان لم يتم دراسه الموضوع؟ ايه اللي معطل؟ يعني انا لو في نائب بيطلب دراسه موضوع ورئيس الجمهوريه بيقول نفس الكلام، في حد واقف ضد الدوله؟ يعني طيب استاذ احمد، انا هتفق مع سيادتك في نقطه ان جمله ان انت عاوز تربي ولادك او ترعى اولادك. حضرتك قلت لي حاجه كده بس مش فاهماها شويه. انت بتقول دلوقتي ان انت واحده بتطالب بنفقه من واحد هي اتطلقت منه. طيب ماشي، هي اتطلقت منه بس النفقه حقها مش كده يا فندم؟ لا مش حقها، هو حق اللي مش حقها ازاي؟ نرجع، لا ده حق الطفل مش حقها، هي اتطلقت. انا مش مفروض ان انا اصرف على واحده اتطلقت مني، انا اصرف على اولادي.
ليه هي مفيش نفقه مطلقه لحد ما هي تتجوز؟ استاذ احمد لو سمحت جاوب على سؤالي بس، هي مفيش نفقه مطلقه لحد ما هي تتجوز؟ لا طبعا. لا طبعا ازاي؟ مفيش حاجه اسمها نفقه مطلقه، هي واحده اتطلقت انا ما تاخد نفقه عده ونفقه قطعه والموضوع. طب حضرتك يعني هل هو بينتقم منها عشان هي اتطلقت؟ مش بيتنتقم، مفيش في القانون كده ولا في الشرع كده، هو مفيش اصلا حتى في القانون الحالي. انا طب المطلوب ايه دلوقتي؟ مش ده اللي انا سامعاه من الدكتور محمد. لا لا لا، هو بص يا فندم، القانون الحالي بيديني ان بيدي الطفل نفقه، تمام؟ الام بتخلي معاها الطفل ومعاها النفقه ومعاها الشقه ومعاها الولاد وانا في الشارع، وبعدين نتكلم نقول ان الرجاله بتدور على مكتسبات، هو مين فينا اللي واخد مكتسب؟ انا طلعت مام، انا اسف يعني في اللفظ، بس هي ما بتقالش غير كده، انا طلعت من غير هدومي وهي معاها كل حاجه. طيب وفي الاخر بنقول ان الرجاله بتحارب عشان تاخد مكتسبات، اين مكتسبات الطفل؟ مش هقول الراجل، انا مش عايز طيب حاجه والله. تمام يا استاذ احمد، انا بشكرك، هاخد بس تليفون محمد وتعقيب بقى من يعني من ضيوفي لو سمحتوا. يا محمد الو. صباح النور يا فندم. صباح الفل يا فندم. انا بس يعني الموضوع ان انا شايف ان احنا لازم ناخد ابعاد ثانيه خالص، اولا الموضوع بقى فعلا امن قومي. تمام متفقه معاك. الموضوع مش موضوع سهل جدا، الموضوع ان انا عشان اهدي دوله هدي اسره، هدي اسره ازاي؟ ادي للمراه، مش عايز اقول اكتر من حقها، لا احنا كرجاله ضايعين حرفيا، البيوت بتتهد والاولاد بتتشرد والراجل بيتكلم على كلام كله ولغايه دلوقتي القوانين متعطله، احنا مش شايفين في ايه. طيب قولي لي مصلحه مين ده؟ الساده النواب اللي قدامك كتر خيرهم بيتعبوا كتير جدا، بيعملوا بقى الحاجتين دول. ماشي يا محمد، الحاجتين دول اللي سياده النائب محمد ابو حامد اتكلم من فيهم من شويه، الحالتين اللي احنا سامعينهم دلوقتي واضح ان هم عندهم مشكله والم بداخلهم شخصي جدا، فيقول لك احنا، ما هي الكلمه دي بقى اللي حولت الموضوع للجبهات سياده النائب اللي قلت حضرتك عليه. يقول لك احنا في رجاله متبهدله وفي ستات يا فندم متبهدله جدا كمان، في رجاله بيعانوا معاناه شديده جدا عشان ما بيشوفوش الولاد، وفي ستات تانية برضو ما بيشوفوش ولادهم او حصل او اتطردوا او يعني ايا كان. انا ما اقدرش اعمم اقول ان الرجاله كلها وحشه او الستات كلها حلوه او العكس. يعني بالتاكيد هو 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 يعني لو انا هطلع بنتيجه عمليه من المكالمات ومن المناقشات اللي تمت حوالين القانون، هو حتميه المبادره ببدايه المناقشه. ما هو الفكره انه احنا عندنا اطراف موجوعه وعندها تجارب سلبيه زي ما حضرتك قلتي من الطرفين، من الرجاله ومن السيدات، وفي نفس الوقت في محاولات داخل البرلمان لدراسة القانون وتعديله بعد الدراسة والمناقشة المستفيضة والسماع لكافة الأطراف، ثم الأمر لم يبدأ بعد. يعني أنا متهيألي أنه يعني أكتر شيء عملي إحنا هنطلع بيه من المناقشات دي إن إحنا نبتدي المناقشة، إن إحنا الـ 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 عندنا مقترحين داخل مجلس الأستاذ النواب. اللي كان بيتكلم من شويه كان بيقول مين اللي معطل؟ يعني 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 في الحقيقه في ادوار الانعقاد اللي فاتت كان في كلام عن سواء القانون ده او قانون الايجارات كمان، لان برضه حوالين منه كلام كتير انه دي قوانين محتاجه تجهيز للحوار المجتمعي فيها، يعني تؤدى ويعني تتعمل بشكل فيه طمانينه يعني انجاز التعبير. لكن في الحقيقه الموضوع زاد، يعني زاد عن حده. سياده النائب بيقول ان القانون متقدم فعليا من 2017 واظن في مقترح تاني داخل البرلمان لاحدى النائبات، وسمعنا انه الازهر بيحاول يحط افكار، سمعنا برضو ان الحكومه بتحاول تحط افكار، لكن في الاخر عايزين نبتدي. يعني انا برضو لما بقول عايزين نبتدي مش معناها الانحياز لاي مقترح من المقترحات، هو معناها انه ايه بالزبط. يلا يا اخوانا لو سمحتوا نقعد نناقش. انا يهمني ان احنا نركز على نقطه ان احنا لا ننحاز لاي طرف على الجانب الاخر، انا في النهايه عايزه شكل المجتمع يكون متحضر وصحي. احنا عايزين نناقش الموضوع بعيدا عن فكره الخناقه والصراع الخناقه موجوده، لان أنا في الاخر يعني بالتاكيد البرلمان بكافه النواب اللي داخل البرلمان هدفهم وغرضهم الاساسي هو المصلحه العامه، واحنا بنسمع من كل الاطراف عشان نوصل هي ايه المصلحه العامه. تمام. التعامل مع الموضوع بمنطق بقى، ان في مكتسبات لطرف دون طرف، انا وجهه نظري ده شيء يعني ما هوش ايجابي، لانه هيحول الموضوع لفكره برضو ان بدل ما يبقى اللي بيسمعني بيسمع عشان يدور على المصلحه، هيبقى بيسمع وفاكر ان انا بقول له تنازل عن شيء انت اكتسبته قبل كده،
فطبعا بالتأكيد احنا مش عايز اسمع الكلام ده يعني. طب اسمع تعقيب بس اتفضل سيادة النائب قبل ما اخد بقية التليفونات. هو بس فعلا انا متفق تماما ان فكرة التفكير جوه الصندوق ده هو اللي هدينا في داهية. يعني ان انا ابتدي ادخل جوه الحوار معناها ان انا بقيت في ساحة اقتتال وكل طرف بيحاول يشدني ناحيته. فلازم نفكر بالفكر زي ما حضرتك تفضلتي مشكورة وعرضت فكرة الدراسات المقارنة. نرجع ورا كده ونبص بهدوء العالم بيعمل ايه؟ اراء الطب النفسي ايه؟ اراء علوم الاجتماع ايه؟ ما هو الاصح بالنسبه للمصلحه العامه؟ ونبتدي نشتغل عليه. لو تشدينا لفكره الاكستريمز لكل واحد ياخدنا في مشكلته هيبقى عايزنا نحل مشكلته. هنسمع يعني في يعني انا عجباني فكره جدا ان محمد ومحمد نتكلم على فكره ان الحوار المجتمعي نبدا المتخصصين. فنحط اسس نبتدي نشتغل عليها ثم نشوف اذا كانت هذه الاسس تخدم. بعيدا بقى يا فندم عن الجروبس اللي هم دول يشتموا في دول ودول يشتموا في دول واحنا في النص. ده شيء بجد يعني يوجع القلب ان هو يقول لك ده كذا ويعملوا كوميكس. يا جماعه العيال بتشوف الكلام ده، العيال بتشوف الحاجات دي مش 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 عبط يعني، بيتفرجوا بيشوفوا الشتيمه وبيشوفوا الكلام وبيشوفوا التريقه سواء منكم او من يعني من الرجاله او من الستات. هاخد طيب احمد. الو، عشان مستني بقاله كتير. صباح النور. تحياتي ليك ولضيوفك. اهلا بيك يا فندم. اول على حضرتك. اتفضل تحت امرك. انا الله يخليك. انا ليا بس ست النائب وهل الصوت مش واضح يا استاذ احمد؟ الصوت مش واضح. هي ثلاث اسئله اتفضل. لسياده النائب. ايوه. هل القانون الجديد يا فندم حدد في اليات الخلع، مش الخلع نفسه، الياته، هل ان هو هيبقى غيابي؟ وهل حطوا حد للنقطه دي؟ ويمكن حضرتك في حلقه سابقه عملت جبت ضيوف وعملت مداخله مع الدكتوره امنه نصير وقالت ما يجبش ان هو يكون غيابي لان ده فيه مخالفه بالشرع. واحد. بالنسبه للولايه يا فندم والاب والوالي الشرعي والطبيعي والقانوني، بالنسبه للولايه التعليميه بانتقاص لحق الوالد او لحق الاب، هل يا فندم دي هيبقى محدده؟ وهل الام اللي بتاخد ولايه تعليميه عشان تكيل وتنكل بالاب عشان تروح تدخله مدرسه عشان طفل في ثالثه ابتدائي يدفع له 80,000 جنيه مصاريف دراسيه، هل دي هتبقى محدده؟ السؤال الثالث يا فندم، سن الحرام يا فندم، هل هيبقى في فرق بين سن الحضانه وسن الطفوله؟ لان في خلط كتير قوي في النقطه دي. سن الحضانه وسن التمييز حاجه، وسن الطفوله اللي هو بلس 18 ده حاجه ثانيه. اتمنى طيب ان القانون يكون محض الدول. حاضر. شكرا. طيب انا مش عارفه اصوات الستات فين؟ يعني انا لغايه دلوقتي بس ما جاليش غير رساله واحده بس من سيده. ما انا مش عارفه برضو انتوا رحتوا فين لغايه دلوقتي. يعني احنا عايزين يا جماعه الموضوع يبقى متوازن، عايز اسمع ده وده. هاخد محمد من الغربيه. يا صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. اهلا وسهلا. وصباح الخير على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. اتكلم. الو. ايوه سامعاك. اتفضل. بقول لسعادتك بالنسبه للثلاث ساعات، الثلاث ساعات اللي هم الاستضافه اللي هم الرؤيه دي دي حاجه كويسه جدا. ليه بقى؟ ليه بقى احسن من الاستضافه ومن الرعايه؟ ليه؟ قد يكون الاب او المطلق حالته ميسوره جدا. فهماني؟ وعيشته هايله وجميله وبتاع، لو الولد راح او البنت راحت لابوها هتتعقد من عيشه مامتها فمالهاش لازمه. يعني ممكن تروح تشوف ابوها ووضعه الجميل والبتاع والكلام ده، هتقول اشمعنى انا قاعده هنا ومش قاعده هنا مثلا. وجهه نظر. خلينا على الثلاث ساعات بتوع مصر دول ممتازين. حلو. تمام صح. انا موافق عليهم دول مع ان لا وجهه نظر انا بسمعها، انا اول مره اسمعها بس وجهه النظر دي فعشان كده استغربت. اتفضل. لا انا كنت ليها تجربه الحقيقه. ما انا بحب اسمع تجارب الناس. اتفضل يا فندم. اتفضل. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية ممكن أقولها؟ أيوة أيوة. أنت على الهوا. بالنسبة للأم لازم تخلي أبوهم يشوفهم حتى لو ما بيصرفش عليهم تخليه يشوفهم. صح. علشان تبقى ذكية وناصحة. الراجل لما هيشوف ولاده مرة واتنين هيحن لهم قوي وهيدفع لهم، لكن الجفاء ده هيخلي الراجل يزيد قسوة. لا هو ما بيدفعش، ماشي تعالى يا حبيبي برضه شوفهم ولادك والحكايه والروايه تبقى ايه يعني، انت فاهماني حضرتك؟ تبقى يعني تبقى ذكيه في الحته دي. الواحد لا يقدر يستغنى عن امه ولا يقدر يستغنى عن ابوه. ايوه. فهي حتى لو الراجل ما بيدفعش فلوس ويعني الراجل مش تمام تخليه يشوفهم برضه، لازم يشوفهم. شكرا ليك يا استاذ محمد، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا على وجهه نظر. كان عندك تعقيب دكتور؟ هرد على ثلاث اسئله اللي هو سالهم. اول سؤال ساله على موضوع الخلع، بالفعل هو عنده حق. في القانون الحالي فكره الاول عشان بس ندي بس فكره للساده المشاهدين، الطلاق مخالعه او الطلاق بالخلع بيمثل 70% من حالات الطلاق، مفيش طلاق للضرر كتير، 70% من حالات الطلاق الموجوده في مصر طلاق خلع. الله. فده ده بالنسبه للمحكمه الدوله. لا ده بس انا بتكلم على الاجراء نفسه يعني. ف
فالخلع فيه هناك في اشكاليه بتكلم فيها العديد من القضاه. يمكن كان برضه في وضع القانون ده تعاملنا مع عيد المستشارين، انا عايز اعرف تعديل الاجرائي، انا بتكلم بقعد مع القاضي نفسه بقول له ايه رايك في الخلع. كثير جدا من القضاه بيتحدثوا ان قانون الخلع الحالي فيه اشكاليه، فكره الخلع الغيابي ده اشكاليه كبيره جدا جدا، لان في كثير جدا من الازواج بيعلموا اسمها اعلام اداري. ما هو انا عشان كده بقول لسيادتك ده معناه ايه؟ ده اشكاليه. معناه ان عندك مشكله، ان عندك حالات اقول لحضرتك عندي ايه مشكله. 70% من الطلاق مش طلاق للضرر، طلاق للخلع. بالزبط. ده معناه ان انا بقول طلق ل 70%، فهو ما بيرضاش يطلق، يعني 70% رجاله، فباجي اقول له طلق فما بيرضاش يطلق فبروح اخلعه. مش هو معناه كده يا فندم ولا ايه؟ ما اقدرش اتكلم، انا بتكلم عن الجزء الاجرائي، ما اقدرش اقول ايه اللي حدث. يعني انا بتكلم ان فكره الطلاق مخالعه بتمثل 70% من حالات الطلاق، وبنسبه 100% بتبقى غيابي، ودي فيها اشكاليه. الجزئيه الثانيه يمكن نتكلم على الولايه التعليميه. الولايه التعليميه لا ينظمها قانون الاحوال الشخصيه، لكن بينظمها قانون الطفل في الماده 54 قانون 126 سنه 2016، بتكلم ان تكون الولايه التعليميه للطرف الحاضن وعند الخلاف ما يحقق المصلحه الفضله للطفل. اوكي، فده اللي بيتكلم عليه في القانون. بنتكلم ان الولايه الشرعيه، الولايه للاب، وعند الخلاف برضو بتقدر تستصدر امر من قاضي الامور الوقتيه لنقل الحضانه باثبات الضرر. الجزئيه الثالثه اللي كان بيتكلم فيها برضو اللي هي الجزئيه الخاصه بسن الحضانه، طبعا سن الحضانه وسن الطفوله امرين مختلفين تماما. سن الطفوله ده 18 سنه، ده موضوع يختلف خالص عن فكره سن الحضانه. يمكن سن الحضانه زي ما شفناه في دول العالم بيختلف، دول العالم اللي هي الاوروبيه وكده ما عندهمش حاجه اسمها سن الحضانه، بيجي عند الانتقال، القاضي بيمثل، القاضي بيشوف المصلحه الفضله. طيب. للطفل. تمام. انا هرجع تاني، بس في بقى عندي ماجي بتسال ست النائب رايك في زوجه بتاخد 150 جنيه والزوج بيتهرب من دفعهم وبعدين الطفل، دي مساله شخصيه. حاضر، يعني ست النائب هيرد عليها. وبعدين الطفل ازاي تنزعيه من امه وتديه لمرات ابوه. طيب دي نقطة تانية. وفي يا فندم كمان حاجات بقى زي، يعني هم دلوقتي بيسألوا حضرتك، ايوه تمام، القانون ده برضو عاطل ليه؟ يعني برضو ايه المشكلة؟ يعني على الجانب الستات بتتكلم في نقطة والرجالة بتتكلم في نقطة مختلفة تماما، هم بيسألوا ليه دي بتتعطل والستات بتقول لك لا ما هياخد. انتوا عالجتوا نقطة خطف الأطفال ازاي؟ أنا يعني كلمة الخطف نفسها ناس كتير كانت بتتحفظ عليها، بس أنا يمكن من 3 أسابيع كان في عندي حالتين، الاتنين الأب واخد العيال، الأمهات ما تعرفش حاجة عن العيال يا فندم بالسنين. طيب يعني عالجتوا النقطة دي ازاي في القانون؟ خليني أقول حاجة. يعني احنا متفقين على الموضوعات اللي هتكون محل نقاش، تمام؟ لكن آليات معالجتها أنا ما زلت بأكد إنه ما زالت محل دراسة ونقاش من خلال الحوار المجتمعي مع المتخصصين هنقدر نبلورها. سيادة النائب في مشروع القانون اللي تقدم بيه حط وجهة نظر درسها وشاف ان هي يعني ملائمة، وارد جدا في الحوار المجتمعي تقر وجهة النظر دي او تعدل او تتغير. تمام كده؟ اصل دي النقطة اللي مخوفة الستات. انا هقول اهو. احنا عندنا بالتأكيد الخلع الغيبي ده في اشكال، بس برضو عندنا اشكال تاني، انه لو كان حتما حضوريا ممكن جدا الازواج تتعمد عدم الحضور. فلما هنيجي نناقش الموضوع ده هيبقى لازم يحصل وجهة نظر متوازنة ما بين انه ما يبقاش الشيء يتفاجئ بيه الزوج ومره واحده يبقى المفروض انه هيطلع بره البيت شبه بيطرد يعني. ماشي. بس في نفس الوقت ما يبقاش ده وسيله ان هو يعني يقهر المراه وما يرضاش يحضر، خاصه ان احنا عارفين انه جزء كبير من اشكاليات تطبيق القوانين في مصر ملوش علاقه بالنص كنص مكتوب، وإنما ليه علاقة بالإجراءات التقليدية والعرفية اللي موجودة داخل المحاكم، واللي بتفتح مجال إن لو حد عايز يعذب حد، مع الأسف يعني مش في القانون ده بس، في معظم القوانين هيقدر يعذبه من خلال لفة الإجراءات ودايرة الإجراءات يعني. فاللي عايز أقوله إيه؟ إن موضوع زي موضوع الإجراءات ده هيبقى إحنا في وجهة نظر بتقول إنه الخلع غيابيا في المشاكل الفلانية، بس كمان في وجهه نظر بتقول انه لو كان لازم حضوريا هيبقى في اذلال للمراه. طيب ازاي بقى نوصل لصيغه تعالج الجانبين دول؟ في موضوع النفقات اللي حضرتك قلتي ان يعني الاستاذه ماجي بتقوله، احنا من ضمن الاشكاليات الكبيره جدا اللي موجوده في القانون القديم هو قضيه النفقه، وانه ترتيب عقوبات
على عدم الالتزام بسداد النفقة ده شيء واجب، لكن برضو محتاج تأمل عميق، لأنه في بعض الأحيان بيستخدم موضوع النفقة ده بشكل مبالغ فيه برضو للضغط على الرجال يعني. فاحنا برضو هنبقى يعني زي ما حضرتك سمعاني كده، ده موضوع هيبقى محل نقاش، بس واحنا بنسمع وجهتين النظر عشان نوصل لصيغة كويس تحقق المصلحة بتاعة الطرفين. برضو حضرتك قلتي حاجة تانية. لا احنا كنا بنتكلم ان هي هي بيخطف الولد يوديه عند مرات ابوه ياخده من امه بيدفع 150 جنيه، هي كان بس كانت عايزه توصل لسبب. ما هو ده اللي موجود في القانون القديم اللي يجب تعديله، وانا اظن في مقترح سياده النائب محمد في عقوبه اربع. ما انا عايز اعرف بقى دلوقتي عالجت النقطه دي ازاي يا دكتور محمد، علشان دلوقتي انا اكون مطمئنه ان انا ادي لطليقي الولد الصبح ويمشي بالليل، الصبح ويجي الظهر ايا كان يعني، انا ما اعرفش انتوا هتكنا يجي تاني يوم المهم يجي يعني يجي تاني يوم يجي المهم يجي لي تاني ما يتاخدش مني. طب انا اضمن منين ايه بقى يعني انت ضامن حق هنا؟ انا عايز اعرف انت ضامن لي حق ازاي كمطلقه كلام مظبوط ومن غير مشاكل، ومش عايزه يعني اوصل لنقطه ايه هذا التناحر. كلام مظبوط. هو القانون الحالي لا يوجد فيه اي عقوبه واضحه ومباشره تقع على الاب او الام في حاله خطفهم للابناء، اعمال مبدا عدم وجود نية سيئة. قانون العقوبات حاليا في الماده 92 ماده 267 كل المواد الخاصه بتتكلم على خطف يتبعه ايذاء، فعشان كده فكره اثبات ان في اب او ام خطفت ابنها ده فكره صعبه جدا في ظل القانون الحالي. جميل. لاول مره بقى انا بنظمها من نسمع داخل بقى يا جماعه القانون الاحوال الشخصيه. بنظمها من القانون الاحوال الشخصيه. اولا عندما يكون الرؤيه عن طريق الاستضافه انت بتمضي انك انت في يعني تحت بند الاستضافه، فاذا لم يعود الصغير حركت ضدك دعوه سجن سنه، خدت حكم على طول، مش لسه هنثبت ونعمل، انت ماضي عليه خدته ما رجعش، انت لو وقفت في اقرب لجنه تتاخد على السجن على طول، اصبحت طريد العداله. القانون الحالي ما تقدر، انت اصلا ما تقدرش تثبت خطف في القانون الحالي، ما تقدرش. ما عشان كده هم خايفين. لكن القانون ده انا بحط ماده مجرمه، طالما سواء خلي بال حضرتك مره اخرى فكرة الاستضافة لما النائبة سهير الحادي عملتها كانت عاملاها للست مش للراجل، لأن الست لما تتزوج وتكون غير حاضن بقت هي اللي محتاجة الاستضافة. الأمهات والأبهات بيستضيفوا، أنا بتكلم على الطرف غير الحاضن، يعني الفكرة مش فكرة إن مش دايما الحضانة مع لا مش دايما الحضانة مع الأم، ما لو الأم تزوجت ده حقها، القانون الحالي بيسقط عنها. لا 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 عشان كده بقى بتكلم معاك على الجانب النفسي ده. انا بسمع منهم على فكره زي ما بسمع من هنا برضو، يعني اقول لها ايه طيب ما هو من حقك ان انت تتزوجي مره ثانيه، تقول لك لا خلاص انا خلاص انا مش اتعقدت، فانا عايزه اعاده تاهيل لهؤلاء اللي اكبر واحده فيهم عندها 38 سنه مثلا. طب معقوله يعني معقوله 24 سنه جايه تقول لي لا خلاص انا حياتي انتهت؟ 24 سنه بتقول لي حياتي انتهت، انتوا متخيلين؟ عشان يعني وانا يعني وموجوعه، انا عارفه ان هي موجوعه والجانب التاني برضو بيبقى في عنده مشاكل وهم صغيرين قوي على ان يقول كلمه حياتي انتهت. عندنا غياب لفكره الفاميلي كونسلنج او الارشاد الاسري، ده مش موجود، لان عندنا فكره مكتب التسويه عباره عن جزء اجراءات نمضي على ورق، لكن ما فيش فكره التاهيل النفسي، ودي موجوده في مشروع القانون برضو بنتكلم على ان يكون هناك اخصائيين نفسيين. الام بهذا الشكل حقها تعيش حياتها، يعني ايه حياتها انتهت ازاي؟ ما انتهتش طبعا، لكن عايزه تاهيل نفسي، عايزه ارشاد اسري، حد يتكلم ويشرح مثل هذه الامور، وده بنحاول نطبقه برضو ان احنا ناخد نظرة حديثة أو نظرة عصرية على القانون. تمام. طيب مدام ماجي بعت بتقول أنا مش عارفة، مدام ماجي ممكن حضرتك تبعتي لي المشكلة على بعضها عشان حضرتك بتتكلمي على موضوع زوجة الأب، أنا مش فاهمة هل حضرتك متعرضة لمشكلة إن الطفل عندك بيروح لزوجة الأب؟ لأن هي بتقول إزاي بتراعي مصلحة الطفل وهو بيروح لزوجة الأب؟ هل ما مش كل الآباء بتتجوز؟ هل حضرتك عندك مشكلة معينة تحبي تعرضيها؟ هي بتقول نفسية الطفل هتحطم لو عاش مع زوجة الأب، ما ينفعش يعيش، هو مش هيعيش عمره مع زوجة الأب، ما ينفعش. هو بس الفكرة في حاجة يعني برضو عشان حضرتك نكون عادلين يعني ما هو مش كل زوجة أب عندها يعني عدائية ضد أولاد زوجها، ولا كل زوج أم عنده عدائية ضد أولاد يعني مراته، يعني فيها معناه زي ما في حالات سلبية جدا جدا ولازم القانون يراعي حماية الطفل والأسرة سواء أو الطفل يعني والزوج أو الزوجة منها، لكن كمان في حالات طبيعية. فاللي أنا عايز أقوله أنه حصر التعديلات اللي خاصة بقانون الأحوال الشخصية فقط
في القضايا الجدلية اللي محل نقاش طول الوقت، زي الاستضافة والرؤية، زي موضوع العناوين النفقة. القانون أكبر من كده بكتير. واللي حضراتكم كنت لسه بتقولوه من شوية فيما يخص التأهيل للزواج ومن قبل حتى ما تنشأ الأسرة وما شابه، دي كلها إجراءات لو إحنا يعني بنقول انه الرئيس هو بيتكلم عن الاسره وعن ازاي انه لازم الدوله ترعى الاسره، بالتاكيد الكلام مش منصرف بس على هنعمل ايه لما يتطلقوا، اكيد لا، يعني اكيد في جزء تاني انه والله ازاي والله بيبقوا داخلين الجواز يعني يقول لك عشان لما اتطلق. يعني بص هم انا اصلا نفسيتهم داخلين الجوازه متحطمين جاهزين، يعني مش ممكن يعني والله داخلين كارهين نفسهم وكارهين الحياه، ويقول لك انا اضمن حقي عشان لما اطلقها، وهي تقول لك اضمن حقي عشان لما اتطلق. عامه احنا لم ينتهي الحديث بعد في هذا الشان، بس يعني للاسف الوقت انتهى، بس اكيد احنا هنعرف خلال الحلقات اللي جايه واللقاءات اللي جايه سواء مع حضراتكم او مع الطرف الاخر مين اللي مسؤول عن الكلام ده، مين المسؤول عن تعطيل صلاح الأسرة المصرية سواء بالقانون أو بالتأهيل المجتمعي والنفسي. يعني لو سمحت لنا ان احنا كلنا نوجه يعني نبقى كل ممكن نبقى للمجلس كلنا طرف واحد لو سمحت للمجلس انه يعني اللي احنا بنسمعه ده وسواء بنسمعه على التليفون من اصحاب المشاكل او سمعناه دلوقتي، يحتم ان لازم المجلس يبتدي فورا في جلسات الحوار المجتمعي. وانا بناشد الثلاث لجان الاساسيه في الموضوع، اللجنه التشريعيه والدستوريه، لجنه التضامن اللي انا بثق فيها، بمين اللي معطل؟ بانه خلينا نخرج بره دايره مين معطل، لفكره انه مين لو اللي معطل يا تحملوا لو سمحتوا تحملوا مسؤوليه اللي احنا بنسمعه ده. الثلاث لجان، اللجنه التشريعيه والتضامن واللجنه الدينيه، لابد ان يبادروا بان هم نبا حوار مجتمعي فورا عشان تتعالج المشاكل دي. متفقه مع سيادتك. مين اللي معطل القانون؟ والله فنان رد عليا بس لو سمحت، ده اخر سؤال في الحلقه. يعني هو كان في 30/4 قبل نقاش الموازنه كنا المفروض نجري حوار مجتمعي. فجاه يعني بصيق حوار ان احنا في انتظار رد الازهر. فهو رد الازهر له فتره للرد، يعني هو المفروض يعني ببعت بيرد وخلاص، يعني هو كان له 15 يوم انه يرد فلم يأتي. فانا هنا انا نفسي بطرح السؤال، 30/4 كنا هنعمل حوار مجتمعي ورد الازهر كان لسه ما جاش، ليه دلوقتي وقفنا كل حاجه ومنتظرين رد الازهر؟ دي علامه استفهام كبيره. طيب الازهر برضو في قصص كبيره جدا ما بين ما هو ظني وما هو قطعي، ده مناقشه بقى، دي قصه ثانيه كده، احنا واخدين وقت دي قصه ثانيه. طبعا يعني طيب احنا اكيد هنكمل هذه هي المناقشه في حلقات مقبله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبشكر الناس اللي بعتالي على الفيسبوك او على الواتساب او وكمان الناس اللي كلمتنا النهارده في التليفون. هدفنا الوحيد هو ان الأسرة حتى لو الأب وأم انفصلوا، هذا الطفل اللي ملوش أي ذنب لازم يتربى كويس، حقه عليكم. يا إما ما نفكرش بقى ان احنا نحمل هذه المسؤولية من الأول. الكلمة اللي بقولها لكم بقالي سنة، اللي مش قادر حاجة ما يعملهاش. بشكركم شكرا جزيلا، دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون. شكرا يا فندم. بشكر سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب. شكرا لحضرتك. مشاهدي نهاية الأسبوع انتهت حلقتنا النهاردة، ألقاكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11:30، ونهاية الأسبوع فكونوا على موعد. سلام.